انا لكن فيلمي هات له القوة الرأسية. لكن الاستراكشر ديزاين النظره اللي فيه مش معاكم؟ لا ستراكشر ديزاين، ستراكشر ديزاين لا. متأكد؟ ايوه انا هي بدأت النهارده في الاستراكشر ديزاين وقالت لي النهارده مش معاكم. طيب تمام، تعال نبدأ بقى ايه في المنحات الرأسية. نفس الفكرة، نفس الفكرة. انا بسجل اهو. ماشي يا رجالة، ماشي. الناس بس الدوشة دي. لا لا انا بسجل بسجل. طيب ماشي يا باشا، سجل يا باشا براحتك. تمام، إيه الفكرة كلها؟ نفس الفكرة بتاعت المنحنيات الأفقية. تمام، اللي هي ايه؟ ان احنا لما كان عندنا طريق كده وكان عندنا عائق، فقلنا هنعمل ايه؟ هناخد الطريق الناحية التانية، صح؟ هنكمل كده، هنفاد العائق ونبدأ ايه بالطريق ده. فقلنا ما ينفعش نغير الاتجاه فجأة، لازم أن يكون عندي مين؟ تغير تدريجي في الاتجاه. فعشان كده عملنا مين؟ منحنى الأفق. الكلام ده انا شايف عليه، بص عليه من ايه؟ من البلان، صح؟ تمام. طب قال لك نفس الكلام، انت لو انت عندك الطريق، يعني دلوقتي جيت ابص عليه، ده البلان اللي انا بص عليه، على البلان في الاكس والواي، احداثيات النقط عندي اكس وواي. تمام، طب لو انا جيت بصيت على البلان او على الطريق، اسف، في احداثيات بتاعته في الاكس والزد. تمام، يعني انا ايه الطريق عندي عامل ازاي؟ لقيته كده طالع ونازل ومش عارف ايه. بمعنى تاني، تعالى شوف الفيديو ده كده. بص كده يا شباب، فاكرين الفيديو ده بتاع السايد ديستنس؟ هنحتاجه كتير قوي النهارده. يعني دلوقتي لو انا بصيت على الطريق من فوق شايفه خط، تمام. طب انا بص على الطريق منين؟ في الاكس والزد، شايفه من هنا. هل هو هيبان معايا خط؟ هل افق، هو افقي ولا هو طالع ولا هو نازل؟ ده الطريق كده بص نازل اهو، لكن لما جيت ابص عليه من بلان فوق هشوفه خط، تمام. فبالتالي انا لو بص عليه من بلان على الجزئيه دي هشوفه خط. طب لما اجي ابص عليه من الجنب هنا في الاليفيجن في الاكس والزد هلاقيه ايه؟ نازل وطالع، تمام. الناس فهمت قصه الفرق ما بين المنحات الافقيه والمنحات الراسيه؟ وبالتالي لما ابص عليه من الاكس والزد الاقيه ايه؟ طالع ونازل. فقال لك نفس الكلام، انا بتعامل مع الطريق ان هو ايه؟ الطالع ده بطلع معاه، تمام، بمشي مع الميول الطبيعيه. ليه؟ عشان اتفادى حاجه اسمها الحفر، اقعد اقطع في الطريق ده عشان اخليه افقي. لا، ده انا امشي مع الطريق على طبيعته. ليه؟ عشان يوفر معايا الكميات دي، لان انا بدل ما اقعد اقطع واقعد اردم واعمل الكلام ده تكلفه على الفاضي. فقال لك بتمشي بقدر امكان مع مين؟ مع الطريق. طب انا مشيت بقدر امكان مع الطريق، العربيه تخيلها هنا ايه؟ طالعه فجاه نزلت، هل في الكلام ده؟ فجاه كده اطلع جبل وانزل منه؟ انا واقف على قمه الجبل، صعبه جدا، صح؟ فبالتالي عندي تغير في المناسيب، فلازما بعمل حاجه اسمها مين؟ منحنى راسي. نفس الفكره، ليه عملت منحنى راسي؟ قال لك عشان ينقل لي تدريجي في المناسيب. يعني انا عملت منحنى افقي عشان ينقلني تدريجي في الاتجاه، وعملت منحنى راسي عشان ينقلني تدريجي في مين؟ في المناسيب. عرفت امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ تمام؟ طب حلو قوي. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا عندنا كام نوع من المنحات الرأسيه؟ نفس الكلام، بقول لك ايه، بنسميه الفيرتيكال الاينمنت او ساعات بنسميه البروفايل، نفس الاسم. تمام؟ والبروفايل هو نفسه الفيرتيكال الاينمنت، يعني ايه؟ بص على الطريق من اكس والزد. فالطريق اللي هو ايه؟ الطبيعي اللي عندي اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو الجزء بتاع الايه؟ اللي هو الداش ده، ده الارض الطبيعيه. طيب الجزء بالاحمر ده، ده التسويه اللي انا عايز اعملها في الطريق، او الطريق عايز اظبطه. انا مش هسيب الطريق طالع ايه كل شويه ونازل كده، لا، بظبط اللي انا اظبطه والميول الشديده واعرفش اقرب لها، تمام، عشان ما احفرش كتير ولا اردم كتير، فتكلفه عليا عندي زياده، تمام. فقال لك انا بحترم الميول دي، تمام، فبينتج عنها مين؟ حاجه اسمها المنحنيات الراسيه، ان انا بحطه عشان ينقلني تدريجي في الاتجاه زي ما قلنا. طب عندنا كام نوع؟ عندنا نوعين، حاجه اسمها الكريست كيرف وحاجه تانيه اسمها الساج كيرف. اشهر حاجه عندك هتلاقيها في الكريست والساج اللي هي المنظر ده، ان انا يكون عندي الميل طالع وفجاه نزل،
الميل طالع بالنسبه لنا بنسميه ابجريد، تمام؟ بياخد اشاره موجب، فيقول لك جي 1 ده الميل الصاعد بتاعنا بنسميه جي 1، الميل بتاع الطريف الناحيه دي يقول لك صاعد يعني اديله اشاره موجب، ويقول لك الميل ده مثلا لو جي 2 ونازل هابط فبديله اشاره سالب، تمام؟ ما بين الطريقين دول بحط، او بين الميلين دول بحط منحنى راسي نوع اسمه كريست. كريست، تمام. النوع الثاني الشهير فيه هم دول اللي عليك. النوع الثاني مين؟ ان انا الاقي الميل نازل وبعد كده طلع نازل يعني سالب، فسالب جي واحد وطالع يعني ايه موجب جي 2. الموجب والسالب ده اتفقنا عليها في قبل كده في السايد ديستنس لو انت فاكر، يعني لو انت بتذاكر يعني، تمام. ما بينهم بحط منحنى اسمه مين؟ الساج، شبه الساج لو انت فاكر الساج او الديفليكشن اللي انت كنت بتاخده في الايه في الخرسانه او الكلام ده، فده اسمه مين؟ الساج كيرف. فعندنا النوعين دول مهمين جدا، عايزين ندرس ده وندرس ده، منحنى كريست محدب ومنحنى ساج مقعر. فكريست والساج، في حد عنده مشكله في الاسامي دلوقتي او الكلام ده؟ لا تمام هندسه. طيب، فقال لك والله هو مش بالشرط قوي يكون الميل طالع ونازل، يعني الاولاني طالع والتاني نازل عشان اقول ده كريست. ممكن يكون ايه حاله زي دي، ده طالع وده برضو طالع، بس ايه الميل التاني ده يعني ده لو 1% ده 3%، تمام؟ فشديد شويه، فبرضو ما بينهم ايه منحنى مين؟ كريست. طالما الكيرف بتاعي باصص لفوق يبقى كريست، تمام. ممكن حاله زي دي ممكن يكون الميل ده نازل وده نازل، بس ده نازل مثلا ولا يكون سالب 1%، ده سالب 3%، نازل شديد شويه، هعمل بينهم كيرف. من الاخر هتعرف الكريست والساج ازاي؟ لما ارسم الميول، تمام، واحط ما بينهم الكيرف، لقيت راس الكيرف بص لفوق يبقى ده كريست، على عكس تماما لقيت راس الكيرف بص لتحت يبقى ده ساج. زي ده بالظبط، ده نازل وده طالع، دي الحاله العامه والكيس اللي هي الشائعه، تمام. ممكن الاقي برضو ازاي ده نازل وده نازل قوي، الاثنين نازلين، ما بينهم برضو منحنى ساج. من الاخر الفيصل بيني وبين الحاجه ايه؟ ان انا الاقي القمه بتاعتي باصه لفوق يبقى مين؟ كريست. القمه بتاعتي بتاعت المنحنى باصه لتحت يبقى ساج. في مشكله شباب في الامتحان، مش هيقول لك ده كريست ولا ساج، هعرفه ازاي؟ هرسم الميول وارسم الكيرف، باصص لفوق يبقى كريست، باص لتحت يبقى ساج. طيب نفس الكلام، ممكن حاله زي دي ده ميل طالع والميل التاني زيرو، يبقى انا برسم ازاي؟ قال لك مثلا ميل اولاني يا هندسه موجب 5% اهو، موجب 5% اهو، الميل التاني افقي اهو، رسمت الميول بايدي ارسم الكيرف اهو يا عم، ارسم الكيرف ما بينهم، بلاش الخط الاصفر ده، ما بين ده ارسم الكيرف بتاعي اهو، الاقي القمه باصه لفوق يبقى في ايه؟ كريست، تمام. الموضوع مش حفظ، الموضوع فهم، تمام. طيب نفس الحاله دي فيها فين؟ اهي لقيت ده زيرو، رسمت ده زيرو، قال لك الميل الاولاني افقي والميل الثاني صاعد، رسمت منهم منحنى، القمه بتاعته باصه لتحت يبقى ساك. في مشكله شباب؟ مفيش اي مشكله. الفكره كلها تقعد تدرس عناصر المنحنى. يعني ايه عناصر المنحنى؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في المنحنى الافقي هو في المنحنى الراسي، بس اختلاف شويه حاجات كده. زي ايه يا هندسه؟ تعالى كده ايه نرسم واحد كده ابن ناس ونعمل ايه كل احلامنا عليه. لو ده الميل الاولاني اهو جي 1، وقايل لك ده ابجريد يعني طالع اسمه جي 1، طالع يعني اديله اشاره موجب، ماشي تمام. جاء قال لك الميل ده نازل كويس مقداره سالب 5%، بقول له سالب او سميه جي 2 او داون جريد سالب، ادي اشاره سالب. ممكن الدكتوره تلاقي في الامتحان او في المحاضره مسميه لك ده بدل كابيتال كده مسميها جي 1، المهم هو جريدينت، اختصار للجريدينت، تمام. ممكن ده يبقى جي 2 مفيش مشكله خالص، بس عشان الناس ما تحلمش تقول لك ده عاجل الجاذبيه، لا هي جي 2 وجي 1 اختصار للميول، اكتبوا رقم ورايح نفسه. ما بين ده وده ما ينفعش عربه تطلع وتنزل فجاه، لازم يحصل انتقال تدريجي. انتقال تدريجي اعمله ازاي؟ عن طريق مين؟ الكيرف.
كيرف اسمه ايه باصص لفوق يبقى اسمه مين كريست اهو ده اسمه منحنى الكريست في مشكله لحد الان مفيش ادنى مشكله لازم نعرف بدايه المنحنى ونهايه المنحنى فاكر بدايه المنحنى في المنحنى الافقي كانت اسمها ايه بوينت اوف كيرفتشر حلو البي سي اهي وفاكر نهايه المنحنى في المنحنى الافقي كانت اسمها ايه بوينت اوف تانجنت البي تي وفاكر نقطه تقاطع الممسين او المستقيمين كانت اسمها ايه البوينت اوف انترسكشن طب انا واحد دلوقتي ما كتبتش على المنحنى ده كريست ولا ساج تمام وانا خلاص عرفت لو بص لفوق يبقى كريست بس انا ما اعرفش ان هو منحنى راس ممكن يكون منحنى افقي انا اعرف منين مش كاتب لي اي بيانات اعرفها منين فقال لك بنيجي نزود عشان نميز ده عن المنحنى الافقي بنيجي نزود حرف في النص حرف الفي حرف الفي اختصار لايه الفي الفال فاول لما الاقي بي في سي معناها ان هي ايه فيرتيكال كيرف فده مش محتاج اقول لك ده الفيجن وده بلان كتبت بي سي يبقى ده بلان كتبت بي في سي يبقى ده فيرتيكال كيرف في مشكله يا رجاله مش منسكول تمام لو انا جيت قلت لك بدايه ونهايه المنحنى نزلت منهم خط مستقيم لو انا عايز اجي فاكر لو كنا بنقيس بدايه طول المنحنى كنا بنقيسه ازاي في المنحنى الافقي طول المنحنى الافقي كان طول الايه نص القطر او نص الدايره ده او جزء من الدايره ده طوله طب المنحنى الراسي لا ده المنحنى الراسي لما تيجي الفيديو ده كده انا بتكلم عن المنحنى الراسي طوله فين طول المنحنى الراسي او طول المنحنى الساج او الكريست المقصود بيه مش الطول ده على الماي لا الطول على الافق اكني جبت اسقاطه على الافق لكن المنحنى الافقي كنت اجيب طوله ازاي لا طول الجزء من الدايره بتاعه ركز قوي في الكلام ده فبالتالي طول المنحنى الراسي هي المسافه دي على الافقي بيسموها ال 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 دي تساوي طول المنحنى الرأسي يبقى طول المنحنى الرأسي هي المسافة ما بين بداية ونهايته على الأفقي مهم قوي تمام قال لك انت عندك نوع من المنحنيات نوع اسمه منحنى الرأسي المتماثل والغير متماثل اللي عليك في المنهج هو المتماثل يعني ايه المتماثل قال لك بالدراسة والكلام ده وحاجة ما تهمكش ان النقطة ده هي اسقطها اسقطها النقطة دي اسقاطها بتقع في المنتصف المسافة دي فاسقاط النقطة ده ايه بتقع في منتصف المسافة ال فالبي في اي بتبعد عن البي في سي بتساوي ال على 2 نص المنحنى فين في الاسقاط الافقي ال على 2 في مشكلة يا رجالة شباب تمام يا هندسه تمام فقال لك والله من ضمن الحاجات اللي انت لازم تعرفها دايما هيكون عندي معلوم الستيشن بتاع البي في اي ليه البي في اي معلوم زي ما كان البوينت اوف انترسكشن هي الستيشن بتاعها معلوم ليه لان في الطريق في الاساس كان عايز يطلع كده ويكسر كده فانا عارف فين النقطه دي لكن انا ما اعرفش المنحنى فانا بعمل ايه بجيب بدايته ونهايته عن طريق نقطه مين التقاطع تمام اجيبها ازاي قال لك والله الستيشن مقصود بيها مسافه افقيه يعني انا لو عندي الستيشن بتاعه البي في اي اللي هي مكانها هنا ايه تعرف تجيب الستيشن بتاع دي قال لك اه فلو انا عايز اجيب الستيشن بتاعه البي في سي هتساوي الستيشن بتاعه البي في اي ناقص الا على 2 واللي انا عايز اجيب الستيشن دي والستيشن بتاعة البي في اي اللي هي النقطة دي زائد ال على 2 حلو طيب ايه تاني عايز تقوله لنا قال لك والله بص الكريست بنسمي الميل الاولاني بنسميه الابروش ابروش اللي هو الميل الداخل
والميل الخارج بتسميه الليفلينج او الليفينج. اسف الليفينج اللي هو الميل الخارج. فيجي يقول لك مثلا الميل اللي هو ابروش جريد ده ميل ابجريد يعني ايه طالع، فيبقى ياخد اشاره موجب. يقول لك الليفينج جريد داون يعني داون يعني واخد اشاره سالب. ماشي على سبيل المثال مثلا اقول لك ايه الميل الاولاني الابروش جريد اب او ابورد يعني ابورد يعني طالع تمام، داون وورد يعني نازل. الفرق بين الكلمتين دول اشاره موجب او سالب. فانت مش عايزك تشغل دماغك او في منحطه راسيه. اول لما تسمع المساله دي منحطه راسيه اجري احسب حاجه اسمها الايه. يعني الايه؟ قال لك ده معدل التغير في الميل، حاجه اسمها الريت اوف جريد تشينج. الايه معدل التغير في الميل بتتحسب ازاي؟ قال لك الايه بتساوي مقياس فرق الميل الاولاني ناقص الميل الثاني، كل واحد اعوضه بشرطه بنفس الرقم. مش فاهم حاجه، تعال ناخد مثال. بيقول لك ايه عندك الميل الاولاني موجب 5% والميل الثاني نازل فاشرطه سالب، فاجي احسب الايه. اول ما اسمع منحنى راسي اجري احسب الايه. فالايه بتساوي مين؟ مقياس جي 1 ناقص الجي 2. الجي 1 بكام؟ قال لك بعوض بكل ميل بشرطه وبقيمته زي ما هي، ما بقسمش على 100. يعني ايه؟ عايز احسب الايه؟ هقول مقياس الجي 1 بكام؟ بموجب 5، اكتب موجب 5 ناقص دي في القانون. الجي 2 بكام؟ قال لك بسالب 3 اهي، يطلع كام؟ موجب 5 ناقص ناقص 3 يطلع موجب 8. الاشاره اللي هي طلعت لك جوه المقياس دي بتدل لو طلعت موجب يا منحنى كريست، هل فعلا لو الميل ده الاولاني طالع والميل الثاني نازل هيبقى منحنى كريست؟ اه ده دي الحاله العامه. فعشان اعرف هو منحنى كريست او ساج عندي طريقتين. اول طريقه ان انا ارسم واستنتج ان ميل الكيرف بتاعي باصص لفوق يبقى كريست. الطريقه الثانيه ان انا احسب حاجه اسمها الريت اوف جريد، هي الايه؟ اعوض بالرقم الصحيح بإشارته لو طلع داخل مقياس موجب يبقى كريست. على عكس مين؟ المثال الثاني قايل لك الميل الاولاني سالب 5% والميل الثاني موجب 3. طيب على الرسمه الاولاني نازل والثاني طالع يا منحنى بينهم منحنى ساج تمام. اما اجي اعوض في القانون هقول جي 1 ناقص الجي 2. الجي 1 بكام؟ بسالب 5 ناقص في القانون. الميل الثاني كام؟ موجب 3، يبقى سالب 5 ناقص 3 يطلع سالب 8. الاشاره جوه المقياس لو موجب يبقى كريست، جوه المقياس سالب يبقى ساك. في الاخر باخد قيمه الايه قيمه من غير اشاره. تمام يا شباب؟ تمام يا هندسه. تمام، هنبدا اول حاجه عناصر المنحنى. قلت لك كلمه عنها. اول حاجه عندي طول المنحنى الرأسي. طول المنحنى الرأسي هي المسافة ما بين البي في سي والبي في تي، بداية ونهاية المنحنى على الأفقي. تمام؟ تمام. دايما هتلاقي الستيشن ده ايه بتاعة المنتصف هي المعلومة. وقلت لك اسقاط النقطة دي بتكون واقعة فين؟ في نص المنحنى أو في نص طول المنحنى. وبالتالي الستيشن هي مسافة أفقية. وبالتالي لو أنا عايز أحسب الستيشن دي هتساوي الستيشن بتاعة البي في أي ناقص اللي على 2. ولو عايز احسب الاستيشن بتاعه البي في تي او نقطه نهايه المنحنى هتساوي الاستيشن بتاعه الانترسكشن زائد اللي على 2. في مشكله يا شباب؟ دي قلناها. يا رجاله في حد عنده مشكله؟ لا معاك هندسه. تمام. الحاجه الثانيه لو هيطلب منك في المساله احسب لي الاستيشن والاليفيجن بتاعه نقطه بدايه المنحنى ونقطه نهايه المنحنى. هقول لك القانون بس قبل ما اقول لك ازاي تعرف تحفظه بسهوله. يعني لو انا عندي المنسوب بتاع مين، لو عندي منسوب النقطه بتاعه الانترسكشن، وش معنى نقطه الانترسكشن اكون معلومه؟ لان الطريق كان طالع ونازل عليها فانا عارف بدايتها ونهايتها فين. جيت قلت لك هندسه الاستيشن ده ايه الاليفيجن ده اهو، الاليفيجن ده بتاعه البي في اي كانت ب 100، الاليفيجن بتاعها يساوي 100.
وقال لك عايز الاليفيشن بتاعه البي في اي او البي في سي او البي في تي اي نقطه فيه. معلوميه الميل جي واحد هنا معاك مثلا 5% مثلا، والميل التاني ده كام نازل سالب 3%، اي ارقام عندك. قال لك والله عشان احسب الاليفيشن بتاع النقطه دي استخدم القانون ده. قال لك بيساوي ايه الاليفيشن بتاعه البي في سي بتساوي الاليفيشن بتاعه البي في اي ناقص جي واحد على 100 في ال على 2، والاليفيشن بتاعه البي في تي بيساوي الاليفيشن بتاعه البي في اي ناقص جي 2 الميل الثاني ده على 100 عشان احوله، يعني مثلا لو 3% اقسم على 100 يبقى 3 على 100 يعني في ال على 2. طيب القانون ده مش مهم، ده مهم قوي، ده كل ده السكشن شغال عليه، اللي هو لو انا عايز اجيب منسوب اي نقطه. يعني لو جيت دلوقتي انا في الطبيعه قلت لك يا باشمهندس عايزين نوقع المنحنى ده، فانا قلت لك انا بتاعك والله انا مش عارف اجيبه، هجيبه ازاي؟ هوقع مناسيب شويه نقط جنب بعضها واردم ما بينها يطلع لي المنحنى الراسي، تمام حلو. وبالتالي لو انا عايز اجيب المناسيب دي، فقال لك اجيب المناسيب ازاي على اي نقطه على المنحنى الراسي؟ قال لك المنسوب على اي نقطه على المنحنى بيساوي منسوب النقطة بدايته تمام زائد جي واحد على 100 في اكس. طب ايه هي الاكس؟ قال لك المسافة من بداية نقطة المنحنى للنقطة انت عايز تحسب عندها، سواء مثلا عايز احسب عند النقطة دي فالمسافة دي اسمها اكس، لو انا عايز احسب عند النقطة دي هقيس المسافة دي اسمها اكس تمام، ناقص الزد. قال لك الزد المسافة ما بين المنحنى والخط المستقيم، وايه هي الزد؟ قال لك بتساوي A في الإكس تربيع على 200L. تعال نمسك حاجة حاجة، إيه هي الـ A؟ قال لك الـ A الـ rate of grade of change، الـ A اللي هي تساوي G1 ناقص G2. إيه هي الـ X؟ قال لك المسافة من بداية المنحنى لحد النقطة اللي أنا عايز أحسب عندها المنسوب ده على المنحنى. والـ G1 قال لك الميل بتاع الخط الأولاني ده. تمام يا رجالة؟ تمام. طيب. علق لو انا عايز اعرف فين اعلى منسوب، لو جاء قال لك احسب لي منسوب اعلى نقطه على المنحنى، هل هي منسوب اعلى نقطه هنا ولا هنا ولا هنا؟ مش بالضروره تطلع تحت هنا، ممكن تكون زي المنحنى ده منسوب اعلى نقطه تقريبا هنا اهو. طب اعرفه ازاي؟ لك هنجيب بس المكان اللي عنده اعلى نقطه، هنسميه الهايست بوينت، اعلى نقطه دي بنسميها هايست بوينت، والهايست بوينت دي موجوده في الكريست. عشان اجيبها قال لك اجيب المسافه بتاعتها، فالمسافه بتاعتها بتساوي ايه؟ الاكس بتاعه الهايست بوينت بتساوي ال اللي هي طول المنحنى في الميل الاولاني جي 1 على الاي، جي 1 لو الميل الاولاني على الاي. جبت جبت المسافه اعوض في القانون العام لمنسوب اي نقطه على المنحنى، القانون العام فين؟ لو منسوب اي نقطه بيساوي منسوب البدايه زائد جي واحد على 100 في الاكس ناقص الزد. كل الحكايه هشيل الاكس واكتب مكان الاكس بتاعه الهايست بوينت، فنفس القانون اهو، بدل الاكس دي هشيل الاكس دي واحط مكانها مين؟ الاكس بتاعه الهايست بوينت. الزد فالباء الاكس هشيل الاكس بتاعتها واحط الاكس بتاعه الهايست بوينت. تمام تمام. طيب لو عايز اجيب الاستيشن، الاستيشن نفس الكلام، الاستيشن بتاعه الهايست بوينت اللي هي مثلا هنا هتساوي الاستيشن بتاعه البي في سي واجمع عليها المسافه بتاعتها اللي هي الاكس بتاعه الهايست بوينت. طيب الحاجه الاخيره، وده لو خلصناها يبقى كده خلصنا المنحنيات الرئيسيه، ونبدا نحل امثله هتفهم الدنيا قوي، هي قصه مسافه الرؤيه. فين مسافه الرؤيه؟ اللي هو فاكر قول يا هندسه الجزء اللي فات بس اللي هو منسوب اي نقطه، كان القانون بيقول ايه؟ منسوب اي نقطه على المنحنى الاليفيشن اوف اني بوينت اون كير، اي نقطه عايز اجيبها على المنحنى هتساوي القانون ده، بيساوي الاليفيشن منسوب بنقطه البدايه. طب اجيب منسوب نقطه البدايه ازاي؟ هو في الامتحان هيديك ايه؟ هيديك المنسوب النقطه اللي فوق دي، ويديك الميلين، ويديك طول المنحنى. اول حاجه من غير ما افكر هيطلب منك الاستيشن والاليفيشن بتاعه البدايه والنهايه، اجيبها ازاي؟ الاستيشن بتاعتها ايه؟ الاستيشن بتاعه البي في تي اهي، الاليفيشن بتاع كل نقطه اهي. حلو، باقي لك بس احسب مين اي نقطه، لازم تكون حاسب مين ستيشن البدايه او الاليفيشن البدايه اسف. طيب القانون العام بيقول لك ايه؟ منسوب اي نقطه على المنحنى الراسي بيساوي منسوب نقطه البدايه زائد الميل الاول اللي هو جي 1 على 100
لان هو بيقول لك 3% 4% بقول 3 على 100 يعني في الاكس. وايه هي الاكس؟ قال لك المسافه من نقطه بدايه المنحنى لحد النقطه اللي عندي احسب عندها، وليكن هنا مثلا ناقص الزد. ايه هي الزد؟ قال لك قانون كده بنكتبه الاي في الاكس تربيع على 200 ال. وايه هي الاي؟ قال لك الريت اوف جريد اوف تشينج اهي فرق الميو. طيب ايه هي الاكس؟ المسافه نفس المسافه اللي بحسب عندها بحيث تكون مقاسه من بدايه المنحنى لحد النقطه اللي بحسب عندها. ايه هي ال؟ طول المنحنى على الافق. في مشكله سلمي؟ هو في بس هو مش الكيرف ده ليه معادله ممكن استخدمها ولا لا؟ ما هي المعادله جايه من هنا من الاخر. المعادله بتاعه الكيرف الدكتور عيدها في المحاضره هي دي، انا بستخدمها على طول. انا بديك تطبيق عشان انجزها. انا بحاول استنتجها من دي، بس مش عارف ال 200 ال دي جت يعني رقم 200 ازاي في المعادله. من مش عارف رقم 200 جه ازاي في المعادله. يعني هو ده بس المتلخبط فيه. هي بس استنتاج المعادله مالكش دعوه بيه، سيبك منها دلوقتي. هي الاي بقسمها على 100. ايه الاي بقسمها على 100؟ هي متحوله ضمن القانون. يعني دي مفروض الاي على 100 على 2 ال. مش عايز تخش في تفاصيل بالله عليك، الناس تايهه. تمام عشان هو النقطه الاكس بتاع الهايست بوينت على طول بيقل على 2 دايما الاكس. لا قلت لك مش لازم بالضروره منسوب اعلى نقطه تحت البي في اي، لا ممكن تكون بالصوره دي. فانا بعمل ايه؟ بريح نفسي. بيقول لك الهايست بوينت اعلى نقطه اروح احسب مسافتها مكانها فين على المنحنى. قال لك الاكس بتاعتها بتساوي طول المنحنى في نسبه وتناسب من ايه؟ ما بين الميل الاولاني لفرق الميول كلها جي واحد على الايه. ما تشغلش دماغك في المنحنى الرأسي. المنحنيات الرأسية مش عايزة تشغل دماغ، عايزة تكون ترص القوانين وتبدأ تحل، هتقعد تستنتج وهتقعد تعمل حاجة. هي سيبها زي ما هي كده حلوة. تمام. لو أنا عايز أجيب منسوبها أستخدم القانون العام. القانون العام بيقول لك إيه؟ منسوب أي نقطة على المنحنى بيساوي منسوب نقطة البداية زائد الميل الأولاني على 100 في الإكس ناقص الزد. كل حكاية هشيل إكس اللي هي في القانون العام، أكتب قانون الإكس بتاعت مين الهايست بوينت، هيطلع لك ده رقم 100 200 300 اكتبه. والزد الاكس بتاعتها اشيلها واحط الاكس بتاعت مين الهايست بوينت. تمام يا شباب. الاستيشن بتاعتها بيساوي ايه؟ بيساوي استيشن البدايه زائد الاكس بتاعتها. مش عايزك تشغل دماغك في المنحنيات الرئيسيه. تمام باشمهندس. قول هو ايه الفرق بين الاليفيجن والاستيشن؟ الفرق بين الاليفيجن والاستيشن، الاستيشن مسافه افقيه. يعني ايه مسافه افقيه؟ لو انا عايز بدايه المنحنى كانت هنا ايه، فالاستيشن بتاعتها معناها ايه؟ ان انا من بدايه الطريق لحد عندها رقم كام، المحطه بتاعتها كام، الكيلو كام، البدايه مكانها فين على الطريق. فهي مسافه افقيه، مسافتها من بدايه الطريق بتاعتي كام، استيشن 1000 معناها ان هي دي 1000 متر من بدايه المنحنى مثلا او من بدايه الطريق بتاعي. طب الاليفيجن منسوبها، منسوبها. تمام حلو كده. تمام تعالى بس ايه نجرد بعضنا في القوانين دي وبعد كده نبدا نفتح في الامثله دي توضح. المسافه الرؤيه، مسافه الرؤيه لو انت فاكر الفيديو ده، فاكر الفيديو هنحتاجه او كتير، لازم ان يكون طول المنحنى ده في شايف. يعني دلوقتي انا طالع اهو على المنحنى الراسي انا مش شايف ايه اللي مقابلني، صح؟ فبالتالي طول المنحنى ده اللي هي ال، مش طول المنحنى دي المسافة الأفقية اللي هي ال، قال لك طول المنحنى ده لازم أن يكون أخد في الاعتباري حاجة اسمها السايد ديستنس. ليه؟ لأن فجأة ممكن أطلع ألاقي حاجة في وشي معرفش أفرمل، فلازم أن أكون كاشف المنحنى بتاعي. فقال لك الطول بتاع المنحنى ده لازم أن يكون موفي مين للسايد ديستنس بتاعتي اللي هي إزاي؟ قال لك القوانين دي إزاي؟ قال لك والله أنا بفترض أن طول المسافة الرؤية بتاعت السايد ديستنس هي الاس اقل من ال من طول المنحنى. طب في الحالة دي الكود قال لك ايه؟ قال لك في الحالة دي طول المنحنى بيساوي الايه؟ ايه هي الايه دي؟ الريت اوف جريد اوف تشينج اللي هي فرق الميول. قلت لك اول لما تسع منحنى رأسي اجري حسبها هتحتاجها كتير قوي، هتلاقيها منطلق في كل القوانين. اهي في الاس تربيع، ايه هي الاس؟ الستوبنج سايد ديستنس. بتنحسب ازاي؟ 1.47% في الفي في تي زائد الفي تربيع 30 اف زائد نص الجريديان. طب تمام على
200 جذر اتش 1 زائد اتش 2 الكل تربيع. من الاخر القانون ده الاتش 1 والاتش 2 قال لك الاتش 1 ارتفاع السائق او عين السائق عن منسوب الارض، والاتش 2 ارتفاع الاوبجكت اللي انا باصص عليه او اللي هو هيقابلني عن الارض. فالاتش 1 والاتش 2 مهمين جدا تكون عارفهم معناهم ايه وقيمتهم بكام. ليه؟ الدكتور قالت لك في المحاضره ممكن في الامتحان اديك القيم دي ارقام وتعوض في القانون العام، بدل اتش 1 واتش 2 هنا ارتفاع السائق او عين السائق عن الارض 375 فيت، لا ممكن ادي لك 4 فيت نص فيت 10 فيت، فعارف اعوض في القانون. تمام. الاتش 2 ارتفاع العائق اللي انا داخل عليه عن الارض اتش 2 بنص فيت. فلو انا عوضت اتش 1 اتش 2 بالارقام دي هيطلع الرقم ده كله ما يجي تصفى 200 في جذر 375 زائد نص تحت الجذر كل ده تربيع هيطلع لي 1329 اهي. وبالتالي انا هستخدم دايما القوانين اللي هي المختصره دي، بس بالعلم انت حافظ القانون الاساسي. ليه؟ في المحاضره او في الامتحان الدكتوره قالت لك انا ممكن اجيب لك الاتش 1 واتش 2 بارقام وانت تعوض. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ هي قالت في المحاضره انها هتجيب الرسم البياني واحنا نستنتج من مش هنحفظ قوانين. رسم بياني مش هنحفظ قوانين. رسم بياني ايه؟ هو في المعادلتين دول بيتمثلوا برسم بياني ممكن منه نستنتج على طول المسافه من غير ما نحفظ القوانين. هي شرحت رسم بياني وقالت انها هتجيب رسم بياني مش لازم نحفظ القوانين دي. خلاص انا هشرح لك دي اللي هي موجوده عندي في الشيت، ولو كده الدكتوره بقى مديك حته الاضافه دي نبص عليها بقى. ان هم موجودين في الشيت هنحل بيهم الشيت، لكن في الامتحان مش مضطرين نحفظهم يعني. ماشي انا بديهم لك عشان تحلوا بيهم في الشيت بس. تمام. هي بقى اديتك حاجه زياده في المحاضره، فهي بتضيف حاجه عشان الناس اللي بتحضر وما بتحضرش تبقى تركز معاها يعني. طالما قالت لك كده هجيب لك في الامتحان على طول يعني. تمام. خلينا بس معانا في الحاجه دي، هي دي هتحل نفس البياني على فكره. رسم البياني هو جاي من القوانين دي. من الاخر يعني، من الاخر ال بتساوي الايه في الاس تربيع اللي هي الستوبنج سايد ديستنس على 1029. طيب انا مش كنت فارض، قلت اسيوم ان الستوبنج سايد ديستنس اقل من ال، يعني لازم ان طول المنحنى لو الاس دي كانت ب 500 لازم ان طول المنحنى يطلع كام؟ 600. لو حصل العكس يبقى في الحاله دي ان الاس اكبر من ال، وبالتالي هستخدم مين القانون ده؟ هتساوي ال بتساوي الاثنين الستوبنج سايد ديستنس ناقص 1329 على الايه. تمام. تمام. تعال بقى اخد مثال عشان استوينا مش فاهمين اي حاجه. تعال يا عم، بيقول لك ايه الشيت؟ بيقول لك ايه عندك الميل الاولاني ابورد. ابورد يعني ايه؟ صاعد يعني اشارته موجب 4% اهي. قايل لك عندك الميل الاولاني الابروشنج جريد، الابروش جريد عباره عن أبورد 4% والليفنج جريد داون وورد مقداره كام؟ 4%. فأنا على طول أروح أرسم إزاي عشان أعرف المنحنى ده رأس ولا أفق، كريست ولا سيج إس؟ أرسمه إزاي؟ أهو يا عم الميل يعني طالع، أهو طالع الميل التاني نازل، عرفت منين نازل؟ داون وورد اهو. مقداره كام ده؟ الجي واحد. الجي واحد كام؟ موجب 4. والجي 2 سالب 4 اهو. في حد عنده مشكله؟ المنحنى ارسمه. ده منحنى ايه؟ عباره عن ايه؟ كريست ولا ساج؟ بص اللي فوق يبقى كريست. هنكمل. قايل لك طول المنحنى 250 فيت. طول المنحنى بفهم بقى مش بحفظ. المنحنى الافقي كان جزء من دايره فطوله هو، لكن المنحنى الراسي لا، ده المسافه الافقيه اللي هي ال ال دي ب 250 فيت اهي. البدايه للنهايه. في حد عنده مشكله في الترجمه لحد الان؟ بيقول لك ماكسيم فايند ذا ماكسيمم سيف سبيد. فايند السرعة. أول لما أسمع كلمة سرعة في المنحنى الرأسي ما أعرفش أحسبها
غير من خلال الستوبنج سايد ديستانس. وعشان احسب الستوبنج سايد ديستانس من المنحنى الرأسي لازم اروح اعمل العلاقه دي. افترضها ازاي؟ هقول ان الاس اصغر من او يساوي ال ال. في الحاله دي طول المنحنى هيساوي كام؟ الاي في الاس تربيع على 1329، صح كده؟ مش ده القانون بتاعنا؟ لما عوض بالاتش 1 والاتش 2 القانون بتاعنا اهو الاي في الاس تربيع على 1329 اهي. هحتاج احسب من هنا مين معايا طول المنحنى؟ طول المنحنى بكام يا شباب؟ قايله لي بكام؟ 250. اشيل ده كده احط كام؟ 250. الاي بتساوي كام؟ قلت لك مش هعرف احل المنحنى الرأسية دي غير لما احسب اول حاجه مين؟ الاي. الاي فاكرينها الجي 1 باشارته موجب 4 ناقص ده من القانون. الميل الثاني كام؟ سالب 4 اهو. يطلع كام؟ موجب 8. الموجب معناه ان هو كريست، خلاص عرفت ان هو كريست، وبالتالي الاي بكام؟ ب 8. الاي هنا بكام يا شباب؟ ب 8. الاس ده انا عايز احسب ادي 1029 ده رقم ثابت طلع منها الاس، طلعت معايا بكام؟ الاس طلعت معايا ب 290 فيت. انا كنت فارض ايه؟ الاس هنا طلعت ب 290 فيت، هل دي صح؟ لا لازم اشيك. انا كنت فارض ان الاس اقل من ال، هل الاس كده اقل من ال؟ لا ده الاس طلعت ب 290 وال 250، يبقى اكيد دي مش القانون. يبقى انهي القانون؟ ان الاس اكبر من ال. حد حافظ القانون؟ اه يا عم. ال بتساوي 2 اس ناقص 1329 على الاي. ال ب 250 والاي ب 8. اعرف اطلع الاس من هنا طلعت معايا بكام؟ اسف اسف انا خدت بس هي 209 مش 290. يعني هي لو افترضنا ان هي الاس طلعت 290 فانا اقول ايه؟ لا الفرض بتاعي غلط، يبقى اروح لمين؟ الفرض القانون الثاني واحسب من هنا مين؟ الاس. هي معلش كانت طالعه 209. 209 في الحاله دي تنفع ليه؟ لان الاس اقل من ال، فال 209 اقل من كام؟ محمد لو ينفع سيبك. فبالتالي الحاله دي ايه؟ ان الاس من 209 طلعت اقل منين؟ من ال. فا اوكي تمام. حلو كده يا شباب؟ حلو. اعرف احسب الفي وعايز السرعه ولا عايز الستوبنج سايد ديس؟ عايز السرعه. فاجي اقول للاس من 47% الفي في التي زائد الفي تربيع 30 اف زائد او نص الجريد. الاس بكام؟ ب 209. الفي ده انا عايز احسبها. التي ب 2.5. الفي عايز احسبها. 30 الاف بكام؟ ب 35%. الجريدينت اخده موجب ولا سالب؟ اخده دايما الكريتيك. الكريتيك اللي هو مين؟ اخده اكبر رقم من دول سالب. ليه؟ قال لك والله تعالى افترض ان العربيه ماشيه في الاتجاه ده وده 4 وده 5، وبالتالي العربيه طالعه من الناحيه دي ونازله من الناحيه دي، مين مين اصعب؟ يعني الستوبنج سايد ديستنس بالنسبه لي اسوء وهو طالع المنحنى ولا انا وانا نازل؟ قلنا وانا نازلين عشان ايه؟ الفرمله. وبالتالي ففي الحاله دي مين الميل اللي هو الكريتيكال بالنسبه لي؟ اللي هو مين؟ 5، صح كده؟ طيب هاخد اشاره مين؟ بالسالب. طب لو انا ماشي من الناحيه الثانيه نفس الكلام، ده الميل ده هيبقى طالع بالنسبه لي وده النازل، صح؟ فقال لك نعمل ايه؟ شرح نفسنا دايما وانا بستخدم قانون الستوبنج سايد ديستنس في المنحنيات الرأسيه هاخد دايما القانون سالب، الجريدينت سالب، واخد اكبر رقم بين الاربعه وبين الخمسه او بين مثلا اي رقمين عندك. يبقى دايما اشاره سالب والميل عندي الكبير ما فيه. ده ليه؟ كريتيكال بالنسبه لي. طلعت السرعه ب 33 ميل بر اور. تعال ناخد مثال تاني بيقول لك ايه؟ لو انا عندي طول المنحنى ب 500 فيت وعندي الميل الاولاني طالع 4% والميل الثاني نازل سالب 2.5%. وقال لي ايه؟ النقطة اللي هي البي في اي منسوبها 1323 والستيشن بتاعتها
340 وايه طول المنحنى ب 500 فيه. اطلب طالب مني الستيشن والاليفيجن بتاعه بدايه المنحنى البي في سي والبي في تي. حلو. الستيشن بتاعه البي سي هيتساوي ايه فاكرينها؟ اهي القانون بتاعها اهو. الستيشن بتاعه نقطه البدايه بتساوي الستيشن بتاعه البي في اي ناقص ال على 2 اهي يا عم. فالستيشن بتاعه البي سي هتساوي الستيشن بتاعه البي في اي اللي هي 340 زائد 0 ناقص طول المنحنى على 2 اللي هي 500 على 2 اهي يبقى 340 340 زائد 0 ناقص طول المنحنى اللي هي 500 على 2 ال على 2 على الاثنين اسف. طيب دي ستيشن ودي فيت. احول دي الستيشن فيت ازاي؟ اشيل الزائد اهي 500 على 2 فالكام 250 اهي. يبقى اقول الرقم ده ناقص الرقم ده واللي يطلع اقسم العلامه بعد ايه رقمين يبقى دي عند الستيشن اهي. هنا هو عامل ايه؟ حول على طول 250 حولها للستيشن قسم على 100 ما 250 على 100 هيطلع 2.5 فعشان نقول ايه 340 ناقص 2.5 يطلع 347 50. مش فاهمها زي ما قلت لك العادي بتاعك. طيب عايز الستيشن بتاعه البي في تي اهي هتساوي الستيشن بتاعه البي في اي زائد ال على 2 اهي بدل الناقص دي هتبقى زائد اهي. طب عايز اجيب الاليفيجن. الاليفيجن بتاعه البي في سي بتساوي مين؟ الاليفيجن بتاعه الانترسكشن اهي. الاليفيجن بتاعه البي في سي بتساوي الاليفيجن بتاعه الانترسكشن ناقص الجي 1 اللي هو الميل ده على 100 في ال على 2 والاليفيجن بتاعه البي في تي بتساوي الاليفيجن بتاعه البي في اي ناقص جي 2 على 100 في ال على 2. نعوض ازاي؟ تعال بص كده ايه اقول الاليفيجن بتاعه مين او البي او البي سي ليفل او الاليفيجن اي حاجه زي ما تيجي هتساوي الاليفيجن بتاعه البي في اي اللي هي بكام؟ الاليفيجن بتاعه البي في سي هتساوي الاليفيجن بتاعه البي في اي اللي هي ب 1300 كام؟ 1323 ناقص جي 1 على 100 في ال على 2. تعرف تعوض اهي يا عم الجي 1 بكام؟ بعوض برقم بدون اشاره بدون نسبه مئويه اسف بدون اشاره وبدون نسبه مئويه ب 4. الجي 1 بكام ب 4؟ اكتب دي 4 اهي. يبقى جي 1 بكام؟ ب 4. ال ال بكام؟ ب 500 اهي. يطلع زي ما يطلع معاك بقى اهي. فاقول له كام؟ 1320 ناقص ال 250 هي دي بس مختصرين في الحل شويه بس اللي هي عباره عن مين؟ جت منين؟ ال على 2 اللي هي 500 على 2 ب 250 في جي 1 اللي هي 4 على ال 100 تمام كده يا شباب؟ طلعت الاليفيجن بتاعه البي في سي. انت بتعرف تطلع الاليفيجن بتاعه البي؟ قول يا هندسه. الاربعه ناخدها باشارتها ولا من غير اشاره؟ لا من غير اشاره برقم زي ما هو اهي. تعالى كده نقرا القانون كده اهي هيقول لك ايه الجي 1 والجي 2 بعوض بيهم بدون اشاره. يعني الاشاره اصلا حاططها هنا اهي ما تشغلش بالي. الاشاره ما بحطهاش في القوانين باخدها رقم زي ما هو رقم صحيح بدون اشاره 4 5 باخدها بس في الاشاره في حاله مين؟ الاي ما اجي احسب الجريدينت الايه تمام كده يا شباب؟ طيب حلو نفس حسبت الاليفيجن دي احسب الاليفيجن دي اللي هو كان طالبها مني. طب طالب الهايست بوينت عايز الاستيشن والاليفيجن بتاعه الهايست بوينت. الهايست بوينت فاكرين قانونها كان بتساوي كام؟ احسب اول حاجه اول لما اسمع هايست بوينت احسب الاكس بتاعتها. الاكس بتاعه الهايست بوينت هتساوي الجي 1 على الايه في طول المنحنى. الاي بكام؟ بتساوي الجي 1 ناقص الجي 2 اهي. الجي 1 بكام؟ ب 4 ودي 4 و2.5 اقول له موجب 4 الوحيده اللي باخد اشاره فيها بس هي الاي ناقص ده من القانون سالب 2.5 اللي هي الجي 2 يبقى 4 ناقص 2.5 يطلع بكام؟ ب 6.5 يبقى دي الاي ب 6.5. الجي 1 بكام؟ ب 4 اهي يبقى 4 على 6.5 في ال اللي هي ب 500 طلعت المسافه بتاعتها ومكانها فين اهي يبقى 4 على 6.5 في طول المنحنى
في مشكله شباب. طيب عايز اجيب الاستيشن بتاعتها الاستيشن بتاعت الهايست بوينت بتساوي كام؟ بيساوي الاستيشن بتاعت البي في سي زائد الاكس بتاعتها. فالاستيشن بتاعتها طلعتها معايا بكام؟ اقول له الاستيشن بتاعت البي سي او البي في سي 1313 زائد الاكس بتاعت اللي هي طلعتها بكام؟ 307. في مشكله شباب اهي. طب عايز الاليفيجن، سهله خالص، عشان اجيب منسوب اي نقطه على المنحنى القانون بتاعي كان بيساوي كام؟ الاليفيجن بتاعي نقطه على المنحنى هيساوي الاليفيجن بتاعت البي في سي زائد الجي 1 على 100 في الاكس. اهني اكس؟ هشيل اكس اللي هي القانون العام واحط الاكس بتاعت الهايست بوينت اللي هي 307 وشويه دي، ناقص كام؟ الزد، والزد بتساوي كام؟ الاي في الاكس تربيع على 200 ال. في مشكله؟ بس بكل القصه كلها شيل اكس واحط الاكس بتاعت الهايست بوينت اللي طلع معايا بكام؟ ب 307. احسب ايه؟ الزد بتاعتي ايه؟ الاي في الاكس تربيع على 200 ال، الاي بكام؟ ب 6.5. الاكس بتاعتها بتاعت مين؟ الاكس هايست بوينت 307 تربيع على 200 ال. تمام؟ حلو، تطلع بكام؟ ب 6 وشويه. منسوب اي نقطه على المنحنى بيساوي منسوب نقطه البدايه زائد جي 1 على 100 في الاكس، والاكس هنا هتبقى بالنسبه لي اكس هايست بوينت، ناقص الزد اللي هي هنا بس مكتوبه الواي، الدكتور صاحب بيسميها الواي، اللي هي بالنسبه لي اللي هي 6 وربع دي. فبالتالي عوض المنسوب بتاعه البي في سي اللي هي ب 1313 زائد الاكس بتاعتي بتاعت الهايست بوينت اللي هي طالعه معايا 307 في جي 1 4 على 100 اللي هي ب 4 من 100، ناقص الزد بتاعتي اللي هي 6 وربع. في مشكله يا شباب؟ تعويض مباشر في القوانين. تمام. طب لو جه قال لي انا عايز اعمل حاجه اسمها سيتنج اوت اوف كيرف، السيتنج اوت اوف كيرف توقيع المنحنى. يعني ايه توقيع المنحنى؟ قال لك والله لو عايز اوقع المنحنى الراسي زي ما كنا عايزين نوقع المنحنى الافقي، كل حكايه اجيب ايه؟ لو انا عايز اعمل المنحنى الراسي ده في الطبيعه اعمله ازاي؟ اجيب حبل؟ مش هعرف اجيبه، هعمل ايه؟ قال لك والله هنجيب شويه نقط، مناسيب شويه نقط اوقعها في الطبيعه اوصل ما بينهم، وبالتالي المنحنى الراسي يطلع. طب اجيب مناسيب النقط دي ازاي؟ عن طريق القانون العام، منسوب اي نقطه على المنحنى. فاكرين القانون كان بيساوي كام؟ منسوب نقطه البدايه زائد جي 1 على 100 في الاكس، صح؟ ناقص مين؟ الزد، والزد بتساوي مين؟ الايه في الاكس تربيع على 200 ال. الفكره كلها في ايه؟ القانون ده معاك ثابت، ليه؟ منسوب نقطه البدايه ثابت، الجي 1 ثابت، الايه ثابت، ال ثابت. الفكره كلها مين اللي بيتغير معاك في المعادله؟ الاكس. تمام؟ وبالتالي كل شويه ايه؟ هاخد الاكس مره بهنا، اشوف دي اقسم مثلا دي 500، اخدها كل مثلا اكس كام؟ 5 متر، اول 5 اللي بعدها كام؟ من نقطه البدايه هاخد 5 5 و5 و5. بس دايما الاكس في القانون هنا الاكس مقاسم منين؟ من نقطه البي في سي. فانت لو قلت عايز على مسافات متساويه كل 5 كل 10 متر، بس لازم ناخد الاكس تراكميه، فالاكس 1 دي 5 اللي بعدها كام؟ تكون 10 اللي بعدها كام؟ 15. ليه؟ تعريف الاكس في القانون هي المسافه ما بين النقطه اللي انا عايز احسبها لحد مين؟ بدايه المنحنى. في مشكله شباب؟ ده السيتنج اوت بتاع الكيرف، اتفه مما تتخيل، قانون وحيد بنعوض فيه. وبالتالي لو انا عايز اجيب منسوب نقطه البدايه او المناسيب بتاعه النقط دي، القصه كلها في ايه؟ هو مديني في المساله دي، هتلاقي عندك في الشيت قايل لك الميل الاولاني طالع بموجب 5.1%، الميل الثاني سالب 2.8%، طول المنحنى ب 600 فيت، منسوب نقطه التقاطع ب 427.5، والاستيشن بتاعها ب 3000 وشويه. من غير ما افكر عشان اعرف اوقع النقط دي اروح اجيب مين، وكان طالب مني مين؟ ستيشن واليفيجن بتاعت نقطه البدايه ونقطه النهايه. زي ما عملنا الستيشن بتاعتها اقول الستيشن بتاعت دي ناقص ال على 2 اهي اللي هي 600 على 2، تمام؟ والستيشن بتاعت البي تي هتساوي الستيشن بتاعت البي في اي زائد ال على 2 اهي. منسوب نقطه البدايه هيساوي مين؟ منسوب النقطه دي ناقص جي 1 على 100 اللي هي 5.1 على 100 في مين؟ في ال على 2 اهي. منسوب النقطة دي هتساوي منسوب النقطة دي ناقص جي 2 على 100 في ال على 2 اهي. جبت النقط دي كان طالع مني في المسألة. طب لو ما كانش طالبها انا بروح نقطة البداية دي بس، ده اللي يهمني.
وبعد كده اعمل ايه؟ هو ايه اللي عايز اعمل السيتنج اوت. طيب انا امشي كل قد ايه؟ 600 عشان الامتحان. امشي كل قد ايه؟ توقع كده امشي كل قد ايه؟ 100. حلو قوي. فانا بعمل ايه؟ بكتب الاستيشن اهي. اول نقطه عندي واخر نقطه دي الاستيشن بتاعه البي سي ودي الاستيشن بتاعه البي تي. الاستيشن بتاعه البي سي بكام؟ اهي ب 362 وكسر اهي. امشي كل 100 فالاستيشن اللي وراها تطلع كام؟ اخد اول استيشن صحيحه وراها 360. امشي كل 100 64 65 66 اتاني ماشي لحد مين؟ انا اخر عندي نقطه 368 صح؟ يعني دي مش 369 دي 368 تمام. فبالتالي النقطه اللي قبلها الصحيحه كام؟ 368. ماشي يا شباب؟ تمام تمام يا هندسه. حلو. الاكس تعرف تحسب الفرق المسافات؟ اقول دي عايز احسب المسافه ما بين كل نقطه والتانية. المسافه دي ما بينها وبين نفسها كام؟ صفر. تمام. المسافه اللي بعدها اقول الاستيشن دي ناقص الاستيشن دي اهي في القانون اهو. اقول المسافه دي جت ازاي اللي هي 15 اقول 63 دي ناقص دي تطلع دي. طيب الاكس اللي بعدها اقول ده اهي ناقص دي. اشمعنى؟ لان الاكس تعرفها في القانون هي المسافه ما بين النقطه اللي عايز احسب عندها والبي في سي. وبالتالي كل الاكس دي عباره عن مين؟ ده ناقص ده. يعني من الاخر بعمل ايه عشان اجيب الاكس دي اللي هي في القانون ده؟ اقول الرقم اللي هنا ناقص البي في سي، الرقم اللي هنا ناقص البي في سي، الرقم ده ناقص البي في سي وهكذا. وبالتالي لما اجي اقول البي تي ناقص البي سي منطقي يطلع لي مين؟ طول المنحنى صح؟ اقول ده السيشن ده ناقص السيشن ده يطلع 600، مش هنجم يعني طول المنحنى. تمام. حلو. طيب وبعدين قال لك هستخدم القانون العام. القانون العام بيساوي ايه؟ لسه كاتبينه. الاستيشن او الاليفيجن بتاع اي نقطه هيساوي الاليفيجن بتاعه البي في سي زائد الميل الاولاني اللي هو باربعه عندي في الاكس. الاكس دي متغيره. فين الاكس؟ اهي اللي هي عندي دي. اشيل كل مره الاكس واحط مكانها ناقص الزد اللي هي بتساوي الايه في الاكس تربيع على 200 ال. طيب قال لك والله القانون لحد هنا اهو، ودي حاجه ممكن ما تشغلش بالك بيها قوي. القانون اللي هو لحد هنا اهو لحد قبل الزد ده المناسيب على الخط المستقيم. عشان اجيب المنسوب على المنحنى بطرح منه الزد. طب دي تفرق معاك في حاجه؟ ولا حاجه. انا مش عايز اقولها من البدايه اصلا. يعني القانون بتاع المنسوب على المنحنى بيساوي مين؟ منسوب على الخط المستقيم لكل نقطه موقعها على الخط المستقيم ده وطرح منها الزد. فبالتالي القانون لحد الاكس هنا كده، فده بيجيب لي المناسيب على الخط المستقيم. اطرح منه الزد يجيب لي مين؟ المنسوب على المنحنى. كفى الامتحان يا عم، ما تشغلش بالك. لا تجيب له مناسيب على الجريد ولا على الخط المستقيم ولا حاجه، هو مش هيطلبها منك اصلا. فكل حكايه اعمل ايه؟ اعوض في القانون التعويض مباشر وانسى الخانه دي خالص، ما احسبهاش. الخانه دي ما تحسبهاش خالص في معاك في المساله. كل همك في ده. اجيبه ازاي؟ هقول منسوب نقطه البدايه اهي، ما لسه جايبه اصلا ب 412 اهي. عايز اجيب المنسوب النقطه اللي بعدها اعوض في القانون اللي هي كانت بتساوي كام؟ منسوب نقطه البدايه زائد صح جي 1 على ال 100 في الاكس. جي 1 على ال 100 اللي هي 5.1 على ال 100 يطلع 5 من 1000 في الاكس. والاكس عندي ناقص الزد. الزد بيساوي مين؟ الاي في الاكس تربيع على 200 ال. الاي بكام؟ اهي جي 1 ناقص جي 2 تطلع 7 و9 في الاكس اللي هي عندي دي اهي توتال على 200 ال. والال اللي هي مين؟ طول المنحنى. في حد عنده مشكله يعرف يحسب الخانه دي؟ تعويض مباشر في القانون. انا مش مهندس، انا ماليش دعوه بخانه الواي كمان. ما هي الواي دي المقصود بيها الزد. يعني لا تحسب لي دي ولا تحسب لي دي، بالآل حاسبه كده وراح نفسك. الواي هنا الدكتور كان بتحسبها زمان الواي، هي واي او زد مش فارقه. الخانه دي اللي هي مقصود بيها الزد دي، اللي انا كل حكايه اشيل الايه احط مكانها 7 و9. الاكس هي معايا ايه؟ تربيع على 200 ال على 600. تمام جدا. يعني انت عندك الخانه دي والخانه دي ملهمش اي معنى عندك. تاني يهمك الخانه بتاعت الستيشن والاكس والليفل، الليفل او المنسوب الليفل او الليفل هو نفسه الاليفيجن عشان الناس ما تتلخبطش بس على المنحنى. تمام يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. نفس الكلام ده اللي قلناه في الكريست هنقوله تاني في الساج، بس القوانين الاشارات مختلفه بس والسكشن خلص. طب ايه الكريست يطلع الساج يطلع لي منين؟ بالمنظر ده الاقي ده نازل وده طالع.
فبالنسبه لي ده عباره عن مين؟ منحنى ساج. اعرفه ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما ارسم ولو لقيت المنحنى بص لتحت فده ساج، او احسب قيمه الايه اللي هي الريت اوف جريد اوف تشينج دي، احسب الايه الجي 1 ناقص الجي 2 لو طلع جوه المقياس اشاره موجب فده ساج كريست، اسف لو طلع سالب يبقى ساج. تمام، دي اول نقطه، يا اما الرسم يا اما الحسابات، بس الرسم هتفهم على طول يعني. طيب نفس الكلام الجي 1 ده اقول لك داون جريد او اب جريد على حسب بقى الاشارات، نفس الكلام الايه بتساوي الجي 1 ناقص الجي 2، في مشكله؟ نفس الكلام والله. طيب نفس الكلام الاستيشن بتاعه البي في سي، الاستيشن عشان هي مسافات افقيه مش هتلاقي تختلف كتير، ما فيهاش اي اختلاف اصلا. الاستيشن بتاعه البي في سي والاستيشن بتاعه البي في تي هتساوي ازاي؟ هتساوي الاستيشن بتاعه البي في اي لو انا عايز احسب دي ناقص ال على 2، نفس القانون بتاعه الكريست. لو عايز احسب الاستيشن بتاعه البي في تي هيساوي الاستيشن بتاعه البي في اي زائد ال على 2. اللي هيختلف معاك مين؟ الاليفيجن. الاليفيجن هنا وانت فاكر هنا المنسوب كان هنا كام؟ منسوبه البدايه هو نفس القانون ده بس ده سالب وده سالب. اللي هيحصل ايه في الساج؟ هتلاقي الاشاره دي موجب اهي، ده الفرق اهو. هو نفسه وحياه ربنا وحياه كتاب الله هي هي. طيب المنسوب اي نقطه على المنحنى؟ هتلاقي الاليفيجن بتاع البي في سي، البي في سي زائد الجي 1 على 100 ناقص الزد في الساج، هتلاقي دي بقت دي سالب ودي موجب. وهي الاكس المسافه بدايه المنحنى، ايه هي الزد بتساوي الايه في الاكس تربيع على 200 ال، هي هي فرق ان دي بقت بدل ما كانت موجب بقت سالب ودي سالب بقت موجب. حفظت كريست؟ اعكس إيه القوانين خلص. انا باشمهندس باختصار إيه، انا بعوض على طول بالجي 1 وجي 2 من غير اي ايوه من غير اي ما تقسمها. ليه؟ لان كاتب لك هنا في القانون على 100، احفظ القوانين زي ما هي ما تفكرش. مش قصدي اسمها، قصدي من غير اي اشارات. من غير اي اشارات، من غير اي اشارات، وحط الرقم زي ما هو. بحط اشارات امتى؟ في حاله الايه، ما اجي احسب الايه بس، غير كده بحط الارقام زي ما هي، رقم صحيح بدون اشاره. بردك يا باشمهندس انا بسال بس. تمام 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 يا باشمهندس. تمام تمام يا سلم، عشان بس ما تنساهاش. انا واخد بالي مش ناسيها، بس اصلك من لما بيبقى في قوانين كتير ويعني الدكتور اشرح بطريقه غير انا بقى هي 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 نفس الطريقه والله، بس انا مديك الزبد، انا مديك الخلاصه. ثلاث اشارات وحضرتك ما دخلتهاش، فباخد النوتس بس ايه اللي بيدخل وايه اللي مش معايا. ركز بس في نفس القوانين دي وقارن، والله هي هي، وهتلاقي دي الاسهل اللي بقول لك عليها. تمام تمام، انا مصدق انها هي هي، بس باخد نوتس بس صغيره كده اتاكد بس. ماشي خد نوتس زي ما انت عايز. حلو، دلوقتي لو انا عندي ايه قصه الساج. طيب قصه الساج، انا دلوقتي لو كنت انا ايه، انا مش خايف بقى ان انا قابلني حد، انا كاشف المنحنى يعني. انا في الساج في الكريست انا خايف حد يتقابلني؟ طب في الساج لا مش خايف. الفكره كلها في ايه؟ كل ما يكون طول المنحنى كبير، كل ما يكون كشاف العربيه مش جايب نقطه اخر نقطه في المنحنى او اضعف اقل نقطه في المنحنى. شايف كشاف العربيه ده انا مش شايفه، يعني كشاف العربيه ده ايه؟ شايف كشاف العربيه اللي كان طالع ده، ده لو في بالليل دايما الطرق الصحراويه ما بتبقاش فيها اضاءه، ما بقاش فيها كشافات، وبالتالي انت شغال بكشاف مين؟ العربيه. وبالتالي كل ما يكون المنحنى ده الكريست او الساج ده او الساج اللي فيه ده النقطه بتاعته دي بعيده، فانت مش عارف تجيبها، ممكن تكون فيها تجميعه ميه، فيها حاجه انت مش شايفها، فممكن تلبس. فبالتالي في الساج انا ما يهمنيش الستوبنج سايد ديستنس، انا يهمني مين؟ ان طول الكشاف. فقال لك يا عم عشان التسهيل وعشان عارفكم ان انتم يعني ايه بالعافيه زقينها، فقال لك والله بس افهمها ان السايد ديستنس هنا بيعبر عن حاجه اسمها اللايت بيم ديستنس اللي هو كشاف العربيه، بس في الاخر همشيه السايد ديستنس. تمام، نفس الكلام هعمل ايه؟ هفرض ان الاس اقل من ال فلا قانون، هتحقق؟ تمام، ما تحققش هقول الاس في الحاله دي اكبر من ال، بس الفكره في ايه؟ قانون الاف اس تربيع على 200، الاتش 1 قال لك ارتفاع كشاف العربيه مش عين السائق عن الارض زائد حاجه اسمها الاس. ايه هي الاس؟ اللي هي عندي اللي هي السايد ديستنس. في الثاني البي، البيتا، البيتا قال لك زاويه ميل الكشاف ده عن الارض. تمام كده، من الاخر قال لك الاتش 1 والدي والبيتا تعوض بيهم،
هيطلع لك ال H واحد باتنين والبيتا بواحد درجة، يطلع لك الإكويشن إزاي في الآخر، الاختصار ال A في ال S تربيع على 400 زائد 3.5 في ال S. في الحلقة الثانية ال L بتساوي 2S في 400 زائد 3.5 ال S على ال A. تمام، الدكتور قالت لك منحنيات يبقى خليك زي الدكتور، تمام كده، بس ده تحل بيه في الشيت عادي. نفس الكلام طالب منك ايه، لو انت عندك منحنى الميل الاولاني نازل والميل الثاني صاعد، فخلاص ده اوتوماتيك يبقى ساج. عرفت ازاي؟ من رسمه لقيت البص بص لتحت، وعرفت كمان من لما جيت حسبت حاجه اسمها الايه، الايه هنا في الحاله دي هتساوي كام؟ جي 1 سالب 3 ناقص ده جاي من القانون موجب 3 يطلع كام؟ سالب 6. الايه باخدها بدون اشاره، والاشاره اللي جوه دي بتبين ان هو مين ساج. خلاص عرفت ان هو ساج يبقى استخدم قوانين الساج وعرفت قيمه الايه. تمام، طالب مني ال ال بكام؟ لو كان السرعه ب 40 والفريكشن ب 32 والتي بكام؟ ب 2.5. طالما اداك فريكشن وسرعه يبقى ما عنديش غير قوانين مين السايد ديستنس. فقال لك ايه، فاكر القانون الاس اقل من ال؟ طيب انا عشان اعرف احسبه لازم يكون عندي مجهول واحد، المجهول اللي عندي هنا مين؟ ال ال، فلازم اكون عارف الاس. اروح احسب الاس، احسبها ازاي؟ الاس بتساوي 47% الفي في تي زائد ايه، في تربيع 30 اف زائد او ناقص الجي. دايما افترضنا ان انا هاخد اكبر قيمه فيهم وباشاره سالب عشان دي الكريتيكال في الميول. الفي بكام؟ ب 40. التي بكام؟ ب 2.5. الفي بكام؟ ب 40 تربيع على 30. الاف بكام؟ ب 32. اخد موجب ولا سالب؟ دايما سالب واكبر رقم فيهم. من الاخر راح نفسه طلعت الاس بكذا، فخلاص اجي اقول له الاس اسيوم ان الاس اصغر من او يساوي ال ال، وبالتالي الحاله دي ان ال ال بتساوي ال A في الاس تربيع على 1000 على كام عشان بس ناسب القانون ده، ال A في الاس تربيع على 400 زائد 3.5 اهي، على 400 زائد 3.5 في الاس. ال A بكام؟ ب 6. الاس بكام؟ طلعتها من الفي 400 والاس بكام؟ مش عارف بكذا. طلعت الاس ال اللي عندي بكام؟ طلعت ال ال من الحسبه دي ال اللي طلع معايا بكام؟ ب 402. انا كنت شغال ازاي؟ كنت شغال ان الاس في الحاله دي ال ال اللي طلعت معايا بكام؟ ال اللي طلعت معايا ب 402، والاس كانت طالعه معايا بكام؟ ب 330. يبقى الاس كانت عندي 330 وال ال طلعت بكام؟ ب 402. انا كنت فارض ايه؟ كنت فارض ان الاس اقل من ال، صح كده؟ يبقى اوكي. هنا بس الراجل هو بيحل اتلخبط. طيب لو اتعكست مفيش مشكله، هو بس هو عامل ايه؟ اصل انا ممكن اشتغل من الطرف اي طرف، يعني ايه اي طرف؟ ممكن اشمعنى تبدا من دي؟ ما ممكن ابدا من دي عادي، ابدا من دي او من دي، ده تشك على نفسك. هو بدا هنا في المساله بايه؟ فرض ان الاس اكبر من ال، فطلعت ال بكام عنده؟ ب 402، وهو كان فرض ان الاس اكبر من ال، وفي الحاله دي ما اتحققتش، يبقى اكيد مين؟ الحاله الثانيه، الحاله الثانيه لا مين؟ الايه في الاس تربيع. دايما يبدا بده ايه ويخش على ده. تمام، بس هو حل في المسألة دي عشان يوريك الفرق بس. تمام يا شباب؟ في مشكلة؟ لا. بيقول لك ايه، عندك vertical curve بيربط بين ميلين، واحد الاولاني سالب 1.5 والتاني موجب 2، سالب 1.5 و2، يبقى ده ارسم الكيرف يطلع ساج يبقى زي الفل. بيقول لك الديزاين سبيد ب 60، يبقى الفي بكام عندي؟ ال V عندي ب 60 ميل بر اور. حلو. بيقول لك كومبيوت ذا الفيجن اوف ذا كيرف، احسب المنسوب على ستيشن 100، احسب منسوب عند ستيشن 100. يعني بيقول لك الاكس لو كانت ب 100 احسب لي منسوبها. ماشي يا عم. والجريد انترسكشن النقطه دي المنسوب بتاع الاستيشن بتاعها ب 363 و16 والاليفيجن بتاعها ب 90 فيت. حلو، منسوب اي نقطه على المنحنى بيساوي ايه يا رجاله؟
اهي بيساوي منسوب نقطة البداية ناقص الجي واحد على 100 في الاكس زائد الزد. يبقى عشان اعرف احسب منسوب النقطة اللي عندي 100 لازم يكون معايا الاليفيجن بتاعت مين؟ البداية. اجيب الاليفيجن البداية ازاي؟ اهي فاروح احسب اول حاجة الاليفيجن بتاعت البداية اهي هتساوي الاليفيجن بتاعت الانترسكشن زائد جي واحد على 100 تمام في مين؟ الجي واحد الجي واحد على 100 في مين؟ في ال على 2 اهي. حلو حلو. هو كمان بيقول لك لا بيقول لك ايه لا معلش هنا كان طالب منك سيتنج قوي هتلاقي عندك في الشيت بس هو بس كاتك كتبه مختصره شويه بيقول لك كومبيوت الاليفيجن ات كيرف كل 100 فيت فكل 100 فيت خد لي ستيشن وهات لي الاليفيجن بتاعها نفس القانون بتاع مين نفس سيتنج اوت هنا هنا دي بالظبط حسبت الستيشن دي عملت الاكس وحسبت مين الليفل اوف جريد بس الليفل اوف جريد او اسف الليفل اون كيرف هستخدمها منين من القانون العام بس بدل اللي كانت الزائد والناقص هتبقى ناقص وزائد بس هي دي الفرق بالظبط. طيب هنا عملت انا ايه راح حسب اول حاجه الايه معاك السرعه اللي طب هو راح حسب الاس دي والكلام ده عشان مش معاه طول المنحنى صح فراح جاب طول مين المنحنى جاب الاس الاول بعد الاس فرض ان الاس اكبر من ال طلع طول المنحنى بكذا. طيب جاب طول المنحنى ليه عشان يعرف يجيب الستيشن بتاعه البدايه والستيشن بتاعه النهايه ويجيب منسوب البدايه ويجيب مين ستيشن النهايه. في مشكله عنده في الحسابات دي كوبو بيست. طيب عشان احسب المنسوب على اي نقطه كل 100 خلاص هجيب الستيشن بتاعتي كانت 260 وازود 100 261 62 63 لحد منسوب مين نقطه النهايه او الستيشن بتاعه النهايه واجيب الاليفيجن هنا. القصه كلها محتاج الاكس توتال اللي هي ازاي اقول دي ناقص دي دي ناقص دي يعني دي الصفر جه ازاي اطرح كل من ستيشن من ايه من نقطه البدايه فجت الصفر ازاي اقول نقطه البدايه نقطه البدايه بصفر اللي هنا دي نقطه دي ناقص نقطه دي تطلع دي وهكذا تمام. الزد عندي نفس الكلام الايه في الاكس تربيع على 200 ال معايا ال ومعايا الاكس اللي هي هنا اهي ابدا اعوض بكل اكس واطلع منسوب النقطه على المنحنى. في مشكله هي بتاعه المنحنى مين الراسي او الكريست. حد عنده مشكله في المثال ده شباب؟ حد عنده مشكله في النقطه دي يا شباب؟ لا هندسه تمام. تمام بقول لك ايه ان اكزيستنج فيرتيكال كيرف بيربط بمين مين ايه تو جريدز ما بين ملين الانترسكشن بتقاطع عند ستيشن بكذا يعني دي ستيشن بتاعه البي في او بتاعه البي في او قال لك الستيشن بتاعه البي في اي بتساوي كام 110 زائد 92 110 زائد 92 وقايل لك الاليفيشن بتاعها 900 47 و 11% والاليفيشن بتاعها بتاعت البي في اي بتساوي 947 و 11 فيت 947 و 11 فيت. حلو بيقول لك ايه الستيشن والاليفيجن بتاعه البي سي بكذا الستيشن بتاعه البي سي والاليفيجن بتاعها بكذا. طيب انا اعرف ازاي الستيشن هتلاقيها مكتوبه ما بين رقم ما بين قوسين وبينهم زائد والاليفيجن هتلاقي رقم صحيح زي ما هو كده يعني. فالستيشن بتاعه البي سي كانت 109 الستيشن بتاعه البي سي ب 209 ولا 109 اسف اعتقد دي 109 ب 109 مش 200 109. حلو والاليفيشن بتاعها بكام؟ والاليفيشن بتاعها ب 950. حلو وقايل لك ايه الستيشن اوف لوست بوينت اقل نقطه ب 110 والستيشن بتاعه اللوست بوينت ايه اللوست بوينت زي ما كان في هايست بوينت في قلب الكريست انا عندي لوست بوينت في الساج تمام مديك الستيشن بتاعها بكام ب 110 و 65
معلش كده يا شباب خليكم معايا دقيقه. خلاص بقول له بعت لي صوره الهراس انت شغال. يا رجاله معلش يا رجاله معايا. فقال لي ايه الاستيشن بتاعه اللوست بوينت ب ايه ب 110 65. الاستيشن بتاعه دي 110 زائد 65. القانون بتاع اللوست بوينت والهايست بوينت هو هو. فالاكس بتاعه اللوست بوينت هي نفسها الاكس بتاعه الهايست بوينت بتاعه الكريست هي هي. هتساوي كام؟ الجي 1 على الايه في ال هي هي نفس القانون. تمام دي خليها على جنب بس كده. حلو طالب مني مين؟ عايز ال V السرعة بكام؟ فطالب مني مين؟ السرعة بكام؟ تمام؟ فأجيب السرعة ازاي؟ ما عنديش غير حل غير مين؟ القانون بتاع السايد ديستنس. فين القانون بتاع السايد ديستنس؟ هفرض ان الاس اقل من ال. تمام خليكم معايا كده يا شباب دقيقه واحده. يا رجاله معايا يا رجاله؟ معاك يا ريس. فبالتالي هو طالب مني السرعه، فالسرعه مش عارف احسبها غير منين؟ من القوانين بتاعت مين؟ السايد ديستنس. عرفت احسب الاس اروح اجري على طول احسب منها مين؟ الفي. طيب احسب الاس ازاي؟ هفرض ان ده خلاص عرفت ان هو ساج فبالتالي ال بتساوي الاف اس تربيع على 400 زائد ونص. قلت لك دايما الحل في مفتاح الحل عندك في المسائل ان انا اروح احسب مين؟ الاي. فاروح بدات اول حاجه اروح احسب الاي. اللي عندي بكام؟ بتساوي الجي 1 ناقص الجي 2. طيب هو مديك مين؟ مديك على فكره هو كمان حتى في المساله مديك مين؟ 2 جريدز. مديك ده بسالب 1.5% وده بموجب 2%. تمام؟ طيب اول حاجه اروح احسبها مين؟
الطول المنحنى، معايا طول المنحنى مش معايا طول المنحنى، احسبه ازاي؟ قال لك والله ان انت عندك طول المنحنى اللي هي ال، هجيبها ازاي؟ مش انت عندك ان القانون بتاعت الاكس بتاعت اللوست بوينت بتساوي او بتساوي الهايست بوينت بتساوي جي واحد على الايه في المية. طيب الايه عندي بكام؟ اعرف احسب الايه؟ الايه عندي بكام بتساوي كام؟ هتساوي جي واحد ناقص جي اتنين سالب واحد ونص ناقص اتنين، هيطلع بكام؟ بسالب تلاتة ونص، اللي هي تلاتة ونص الايه. حلو. تاني حاجة، الحاجة التانية برضو هو مديك في المسألة، خليها على جنب دي، مديك الستيشن بتاعت البي في اي والستيشن بتاعت البي سي، صح؟ مش انت عندك القانون بتاعت الستيشن بتاعت البي سي بيساوي الستيشن بتاعت البي في اي ناقص ال على 2، وبالتالي لو انا عندي دي وعندي دي اروح احسب من هنا مين؟ ال ال اهي، يبقى انا عندي 100 حاجه احسب منها ال ال، فال ال هتساوي كام؟ الستيشن. هو ممكن بس الراجل مستعجل بس في الحسابات عشان بس ما تلخبطش، فاجي اقول له والله الستيشن بتاعت البي سي اللي هي بتساوي بتساوي 109، كانت بتساوي الستيشن بتاعت البي في اي 110 دي زائد 92 ناقص ال على 2. تعرف تحسب ال من هنا؟ عندك 100 حاجه تعرف تحسب من ال، فال عندي بكام؟ ب 385. انت بس ما تشغلش بالك برقم 2 ده، اللي هي دي جايه منين؟ من الفرق بين الستيشن. تمام. الحاجه الثانيه، لا ممكن برضه عن طريق مين؟ الاكس بتاعت مين؟ الهايست بوينت او اللوست بوينت. مش انا عندي الاكس ما عندي الستيشن بتاعت اللوست بوينت، مش هو مديها لي؟ فلو عايز، فاكر القانون بتاعت الهايست بوينت الستيشن بتاعها بتاعت نفس الستيشن بتاعت اللوست بوينت، هيساوي الستيشن بتاعت البي سي اللي هي 109 دي زائد مين؟ الاكس بتاعتها. انا معايا الستيشن دي، معايا الستيشن دي، اعرف احسب منها الاكس. هقول الستيشن بتاعت اللوست بوينت 110 ناقص 109 هيطلع الاكس، والاكس بتاعت اللوست بوينت هتساوي جي 1 على ايه في ال. معاك الجي 1 بكام؟ ب 2.5. الايه بكام؟ ب 3.5. اعرف احسب منها ال، ف 100 حاجه تعرف تحسب منها ال. تمام. طيب حسبت من هنا برضو ال او جبت خلاص ال باي طريقه إن كانت، تمام، اروح اعمل ايه؟ اروح بعد على طول اجري اروح اعوض في القانون بتاع مين؟ الاس اقل من ال. في الحاله دي ال بتساوي الايه في الاس تربيع على ربع 3.5. معايا ال ومعاك الايه، اعرف اطلع من هنا مين؟ الاس. طلعت الاس يا عم بكام؟ الاس طلعت معايا بكام هنا؟ ب 498. اتحققت معايا في القانون، اوكي، معايا الاس اطلع منها مين؟ السرعه. في مشكله يا رجاله؟ الدنيا لذيذه خالص، الدنيا اسهل مما تتخيل. نفس المسائل ده، يعني بص عايز اقول لك ان هي كوب وبيست، مفيش اي تفكير في المحاضره الاصليه. بيقول لك الاستيشن بتاعه البي في اي ب 435 زائد 50، ومعاك الاليفيجن بتاعه البي في اي ب 235، والسرعه عندي ب 70. بيقول لك فايند الاستيشن والاليفيجن بتاعه البي في سي والبي في تي. اجيب الاستيشن بتاعه البي سي ازاي؟ هقول الاستيشن بتاعه البي في اي ناقص ال على 2. طب معايا طول المنحنى؟ مش معايا طول المنحنى، بس مديني السرعه. مش من خلال السرعه دي هروح احسب السوبنج سايد ديستانس، وافرض ان ال ال مره اقل من الاس، وبالتالي في الحاله دي طلعت، عرفت طلعت ال ال وقارنتها بالاس، يبقى اوكي بالنسبه لي، طلعت اكبر اعكس القانون، وبالتالي طلعت من هنا مين؟ طول المنحنى. طلعت طول المنحنى اعرف اتعامل، اجيب الاستيشن بتاع دي ازاي؟ اقول الاستيشن بتاع دي ناقص ال على 2. اجيب الاليفيجن ازاي؟ الاليفيجن بتاعه البي في سي بيساوي الاليفيجن بتاعه البي في اي زائد جي 1 على 100 في اكس، او في اسف في ال على 2 اهي. في مشكله يا رجاله؟ الموضوع كوبي وبيست والله، هي الفكره كلها شويه قوانين بترسم جنب بعض خلاص هتحل. طب يا هندسه دلوقتي القانون بتاع الكشاف ده استخدمه انت ولا هو ملوش لازمه اصلا؟ هو هي نفس القوانين يا ابني، هي بس قصه الكشاف دي بدل بقول لك السايد ديستنس، يعني هي دايما المنحنى الراسي او الكريست، الكريست هتلاقي فيه قصه محتاج منه مين؟ احسب الاستيشن والاليفيجن بتاعه بنقطه البدايه والنهايه، واحسب الاليفيجن بتاعه اي نقطه على المنحنى. تاني جزء في القوانين هي قصه السايد ديستنس بطول المنحنى، هي نفسها. لما اجي اتكلم على الساج، اتكلم على الساج ازاي؟ نفس الكلام، محتاج مين؟
احسب الاي واحسب الاستيشن والالفيجن واوطى نقطه اللي هي اللوست بوينت هي نفسها الهايست بوينت نفس القانون وكمان السايد ديستنس هي هي دي قوانين بتاعه الساج ودي طيب بتاعت بس كريس. القانون اللي انت واقف عنده ده ده بتاع كريس امتى استخدمه ايه ما هو ده علاقه بين السايد ديستنس وطول المنحنى زي ما مديك هنا اهو مديك طول مديك السرعه صح طب عشان من خلال السرعه احسب طول اعرف احسب طول المنحنى عن طريق اجيب السايد ديستنس عليك ومن خلال القانون استخدم قوانين الساج ولا كريست ده منحنى ساج ولا كريست على حسب بقى بص لتحت انا قوانين بتاعه ده الاي في الاس تربيع على 400 زائد 3.5 اهي ماشي حضرتك استخدمت ال 400 ده ماشي امتى بقى استخدم القانون الثاني لو ده كان كريست يا باش مهندس باشا يا باشا ده قانون اللي هو فيه تان ده اللي قصاده ده صح ما ده بقولنا بنعمل ايه بنفرض مره اسيو من الاس اقل من ال طلعت من هنا ال وقارنتها بالاس طلعت نفس الاسيوم اوكي ما تحققش استخدم القانون ده يبقى اكيد الاس اكبر من ال ما عرفتش انا استخدمه امتى كده هندسه هو قصده هندسه ان احنا الصيغه اللي احنا استخدمناها دي كانت ال H1 وال H2 معانا فدي كانت الصيغه مبسطه هو مش وصل له دي يعني ما احنا قلنا ال H1 وال H2 دول بدل ما نقعد نستخدم القوانين دي كلها وال H1 وال H2 عوابط 75.5 القوانين دي في الاخر دي السمبليفايد يعني دي المبسطه انا عوضت بال H1 يعني ده هو ده يعني دي في الكريست ودي في ايوه انا قصدي ان ده هو نفس القانون اللي في الاخر هو التان ده لما اجي اعوض بالتاني البيتا بواحد درجه والاتش باتنين هيطلع لي القوانين دي هي دي تمام دي الصوره الام تمام. يعني تمام كده امين كده يا باشا انا ممكن يكون فهمت حاجه تانية طيب تعالى بقى نكمل بقيه المثالين الباقيين دول بيقول لك ايه معاك الميل الاولاني احنا طالعين تاني هتيجي معايا مين اللي بيجي قال لك تطلع يا عم بالعربيه لا وعايزك والله معانا ليه خليك بس معايا دي يا شباب معايا بعد اذنك دي بص يا شباب بقول لك ايه معاك الميل الاولاني ب 4% والميل الثاني بسالب 2% اعرف ده ساج ولا كريست لما جيت رسمت كريست بص لفوق يبقى ده منحنى كريست قايل لي الاستيشن بتاعه البي سي كانت معطاه ب 180.15 والاليفيجن بتاعه البي في اي والهايست بوينت على التوالي تمام او على الترتيب الاليفيجن بتاعه البي في اي ب 36.5 في والهايست بوينت ب 5.6 وقال لك ايه اسيوم الواحد ستيشن ب 30 متر طالب منك مين فايند الستيشن بتاعه الهايست بوينت وحدد لي مين اقصى سرعه لو التي 1 ب2 ثانيه والاف ب 32% تمام تمام اجي استخدم قوانين ده كل حاجه قلت لك دايما حتى هي الايه اروح احسب الايه الايه بتساوي مين الجي 1 ناقص الجي 2 او الاربعه ناقص 2 هيطلع بكام؟ ب 6% انت ده عرفت ان هي موجب جوه المقياس يبقى ده منحنى كريست طيب الالفيجن بتاعه الهايست بوينت مش هو مديها لك بكام؟ ب 35.6 اهي هقول له بتساوي الالفيجن بتاعه البي في سي زائد الجي 1 في الاكس بتاعه الهايست بوينت ناقص الزد بتاعه الهايست بوينت طيب الالفيجن بتاعه البي ما هو مديها لي بتساوي مين الالفيجن بتاعه البي في اي ناقص الجي 1 في ال على 2 الالفيجن بتاعه البي في اي ب 36.5 هو مديها لي ناقص الجي 1 بكام ب 4 على 100 اللي هي ب 4 من 100 في ال على 2 ادي ال على 2 مش بقول معايا فانا عندي المعادلتين دول
اعرف اطلع منهم او ثلاث معادلات دول اعرف اطلع منهم مين قيمه طول المنحنى. هقول له الاكس بتاعه الهايست بوينت بتساوي طول المنحنى في الجي 1 على الاي، الجي 1 ب 4 والاي بكام ب 6، يطلع معايا الاكس بكام بتلتين ال ال. والمعادله الثانيه الزد بتاعه الهايست بوينت هتساوي ال في جي 1 تربيع على 200 اي. تمام، ادي ادي ال ال وادي الجي 1 ب 4 تربيع على 200 ال اللي هي 200 اي، اسف ال 200 في 6 يطلع 3 المعادله الثالثه. عاوز المعادله الاساسيه اللي هي مين الاليفيجن بتاعه اي نقطه بتساوي الاليفيجن بتاعه البي في سي زائد الجي 1 في الاكس بتاعه الهايست بوينت ناقص الزد بتاعه الهايست بوينت، اعرف اطلع منها طول المنحنى. تمام كده. طيب طلعت المنحنى ليه؟ ما انا مش هعرف اجيب الاستيشن بتاعت اي نقطه ولا اعرف اطلع اي السرعات اللي انا هستخدم بيها القوانين بتاعت السايد ديستنس غير ما يكون معايا طول المنحنى. فالعلاقه دي كلها ان انا بيديك كذا حاجه عشان في الاخر اعرف اطلع منها مين طول المنحنى. حسبت طول المنحنى خلاص اعرف اطلع الاستيشن بتاعت الهايست بوينت او المسافه بتاعتها بتساوي الجي 1 اللي هي من هنا 30 ال، صح؟ اللي هي بتساوي ال اللي هي طول المنحنى في الجي 1 على الاي، اهي 2 على 3 في ال يطلع معايا بكام؟ 60 متر. يا باشمهندس ده انت شغال متر، ايه المشكله؟ عادي يعني، هو مديني كل حاجه بالمتر، مديك الهايست بوينت ستيشن بتاعه الايفيجن بالمتر، مديني دي بالمتر، خلاص عادي مش قصه يعني. ما فيش قوانين، القوانين دي قوانين عامه تشتغل بالمتر والفي، مش قصه يعني. هي الفكره بس بيقول لك لو جت من متر في مشكله ولا في اي حاجه. تمام، طلع الاستيشن بتاعه الهايست بوينت هتساوي الاستيشن بتاعه البي في سي زائد الاكس بتاعتها، اهي طلعت الاستيشن. في مشكله؟ بيقول لك ايه؟ طلع لي بقى مين السايد ديستنس. طلع السايد ديستنس ازاي؟ ده منحنى كريست ولا ساج؟ ده كريست، صح؟ فاقول الاس اصغر من او يساوي ال، يبقى ال اللي بتساوي الايه في الاس تربيع على 1029. تمام، اطلع من هنا مين القوانين دي بس اللي هي بتاعه 1329 اللي هي بتاعه السايد ديستنس دي، دي الوحيده اللي بعوض لازم تكون فيها بالفي. لكن القوانين اللي هي بتاعه الجيومتري دي ادي عادي استخدم متر او فيت عادي، لكن القوانين ده هي لازم نستخدم فيت. ليه؟ لان استنتاجها مبني ان هي تكون الوحدات معاها بالفيت. تمام، فطول المنحنى عندي بكام؟ 90 متر. لازم انا احوله لمين؟ الايه اللي طلع معايا بكام هنا؟ 90 متر، لازم اروح احوله بكام بالفيت؟ اضرب في كام؟ 3 من 10. لو انتوا فاكرين الرقم يعني ان الفيت الرقم بين الفيت والمتر 3 من 10. تمام، وبالتالي عشان احوله المتر اقسم على 3 من 10 يطلع معايا ال اللي بالفيت بكذا. طيب فرضت ان الاس اقل من ال ومعايا الاي قبل كده حاسبها، اطلع من هنا مين الاس، اقارن بقى هل الاس اقل من ال ال؟ اه في الحاله دي اوكي، وبالتالي استخدم القانون ده ما اروحش للقانون الجنب الثاني. طيب طلعت الاس، معايا الاس، اطلع منها منها الفي يطلع معايا مين؟ ب 30 ميل بر اور. تمام باشمهندس، هو هنا الاستيشن ب 30 فيت، هنعمل برضك نفس الحركه اللي عملناها لما كانت ب 100 فيت، اللي احنا نيجي بعد على 200 وناخد الزائد يبقى احنا عملنا الاستيشن؟ في الحاله دي لا، يبقى احنا هنا نقسم ونضرب في 30 بقى. الله ينور عليك. تمام، عمره ما جيلك امتحان يعني. تمام، دي بس عندك في الشيت، بس هي ايه حاجات التفكير كده صغير بس، زي ما قلت لك كده المساله دي يعني الامتحان هيجي لك حاجه ثانيه خالص يعني. انت بس قلت لك الفيرتيكال كيرف، احفظ القوانين بتاعه الكريست والساج، تلاقي الامتحان مش بره القوانين دي كلها، تلاقي الموضوع مباشر قوي في الكريست والساج يعني. تمام؟ ما تشغلش بالك قوي بقصه الاستيشن ب 30 ايه متر، دايما في الامتحان هتلاقيها ب 100 فيت ان شاء الله يعني. طيب بيقول لك ايه؟ فايند السايد ديستانس لمنحنى كريست لو طول المنحنى ب 1500، الجي 1 والجي 2 عندك بالارقام دي. طالما مديك الجي 1 والجي 2 اجري اروح احسب الايه؟ عرفت ان هو داخل اشاره موجب يبقى ده كريست. اعمل ايه؟ عشان احسب من هنا السايد ديستنس هفرض ان الاس اقل من ال، في الحاله دي يبقى الايه في الاس تربيع على 1029، ال ال بكام؟ ب 1500 فيت اهي، طلع منها الاس. هل الاس اقل من ال؟ اه اوكي. لو مش نوت اوكي استخدم القانون الثاني، ال ال بتساوي 2 اس في 1300 ناقص 1929 على الايه. طيب اخر مساله عندنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عندك منحنى كريست بيمر بنقطتين اسمها الدي والاي، بحيث منسوب الاستيشن بتاعه الدي بالرقم ده 13 زائد 50، والاليفيجن بتاع الدي ب 49.8، والاستيشن بتاع الاي مدهولي ب 14.70، والاليفيجن بتاع الاي ب 51 فيت. بيقول لك والاستيشن بتاعه البي في سي ب 12.80. بيقول لك عايز طول المنحنى،
طول المنحنى اجيبه ازاي؟ مش هو مديك المناسيب بتاعه نقطه النقط على المنحنى؟ طب ما تستخدم القانون بتاع المناسيب بتاع نقط اي نقطه على المنحنى، فين اي نقطه منسوب اي نقطه على المنحنى الكريست، فين القانون اهو بيساوي منسوب نقطه البدايه زائد جي 1 على 100 في الاكس ناقص الزد. تمام معاك هنشوف كم مجهول معايا دلوقتي، معاك معادلتين. طب تعالى بس نرجع تاني المساله، انت فاكر بس القانون، معاك المنسوب اي نقطه على المنحنى بتساوي منسوب نقطه البدايه زائد جي 1 تمام في الاكس، جي 1 على 100 في الاكس ناقص الاي في الاكس تربيع على 200 ال اللي هي الزد دي. تمام فهنعوض كده في القوانين دي. حلو، حاجه اقول له ايه؟ تمام يا عم مش تم اديني الميول هنا، اروح احسب الايه اهي، اروح احسب الاكس بتاعت مين؟ نقطه دي، مش انا معايا الاستيشن بتاعت البي في سي ومعايا الاستيشن بتاعت نقطه دي، مش فارق الاستيشن دي ناقص الاستيشن دي طلع لي المسافه الاكس دي اهي، او الاستيشن دي ناقص الاستيشن دي والاستيشن بتاعت الاي ناقص الاستيشن بتاعت البي في سي دي فارق بينهم هتساوي الاكس اهي بتاعتها اهي، يبقى دي 70 متر او 190 متر او فيت اي واحده من ده لك بقى. تمام طيب انا معايا المسافات، طب انا هستفاد بيها في ايه؟ ما انت اصلا انت لو رحت جبت المسافات دي ليه؟ عشان اما اجي اقول القانون بتاعي اللي هو بتاع المنسوب اي نقطه، الفيجن بتاع اي نقطه اني بوينت هيساوي منسوب نقطه البي في سي. تمام زائد جي 1 على 100 عشان ده كريست في الاكس ناقص الايه في الاكس تربيع على 200 ال اللي هي مين الزد دي كده كلها على بعضها الزد بدل ما احسب مره واحده. طيب مش انا معايا منسوب نقطه دي معايا منسوب نقطه دي اهي. طب انت عندك مكان مجهول معايا، ما ده مجهول واحد ومعايا كمان مين طول المنحنى مجهول اتنين ومعايا الاكس مجهول ثلاثة لان معايا الميل واحد قيمته ومعايا الاي قيمتها. طيب طب تعرف تحسب الاكس؟ اه ما روحت حسبت الاكس بتاعت الاي والاكس بتاعت الدي، يبقى انا عندي كام مجهول؟ معايا مجهولين منسوب النقطة في البداية ومعايا ال. طب انا عندي كام مكان معادلة؟ معايا معادلة بتاعت الاي ومعايا معادلة بتاعت الدي. تمام يبقى معايا معادلتين في مجهولين، اعرف احسب المنسوب ده واعرف احسب ال اهي يا عم. فعشان كده راح حسب الاكس بتاعت الدي والاكس بتاعت الاي وعوض في منسوب النقطه بتاعت اي نقطه على المنحنى بيساوي منسوب نقطه البدايه زائد جي 1 على 100 في الاكس ناقص الزد، والزد بتساوي الاف الاكس تربيع على 200 ال اهي. راح حط نقطه الدي معايا المنسوب بتاعها اهي، بقى معايا المجهول بتاع منسوب نقطه البدايه والال، المعادله الثانيه منسوب نقطه البدايه زائد الجي 1 على 100 في ال في الاكس اسف لان 190 بتاعت الدي او بتاعت الاي اسف. تمام ناقص الاي في الاكس تربيع على 200 ال، بقى معايا معادلتين طلع من هنا منسوب البي في سي وادي منسوب البي في سي، معايا معادلتين في مجهولين اعرف احسب المنسوب ده واعرف احسب ال فروم 1 و2 اعرف اطلع ال واعرف اطلع كمان منسوب نقطه البدايه لو كان عايز من هنا بس ال. تمام يا شباب في مشكله عند الناس؟ رجاله لا الدكتوره اتكلمت معاكم في الاستراكشر ديزاين، دخلت معاكم في الامتحان؟ اه دخلت اتكلمت فيه النهارده بس مش داخل الامتحان. متاكدين الملف ده انا مدي لمحمد السيد الملفين ملفين. الملف ده والملف ده، الملف ده نظري تمام، الملفين دول كلهم بتوع باشمهندس السلمون يعني تمام، موحدين السكاشن كلها في السايد ديستنس والكلام ده تمام. الملف اللي انا سالتك عليه ده هنذاكره اللي هو ده، ده انا بقى عايزين ناخد فيه سيكشن، ده اللي فيه سيكشن بس هو داخل معانا في الامتحان ولا لا؟ هو ده بدايه الاستراكشر ديزاين نظري، ده بدايه الاستراكشر ديزاين. اه ده بدايه الاستراكشر ديزاين. لا ده مش داخل في الامتحان بقى. متاكدين؟ ايوه انا سائلها قبل السيكشن، ما قالت لي منحنيات الافقيه بس، هو المنحنيات الافقيه والراسيه الناس محاضرة النهارده اللي هو الاستراكشر ديزاين مش داخله في الامتحان. لو عايزين ناخد سيكشن ثاني اضافي مفيش مشكله. لا كفايه كده بقى. بس اتاكد لي بس ان هي دي مش داخله في المنحنيات. طب لو داخله هو موضوع اكتر. مش داخله، اكدت النهارده هي قالت النهارده وانا سالتها. طيب ماشي
خلاص. لو هي اتاكدت بس اسالوها بس قول لها النظري بتاع الاستراكشر ديزاين داخل ولا لا، عشان لو كده ناخد سكشن كده نقعد ايه ساعه، محتاج ساعه بس. ماشي لا مش داخل برضه. طيب خلاص والله يسأل. طيب انا برضو زي ما قلت لك اتاكد تاني تاني. يا نهار ابيض عامل ايه تاني كل يوم اكلمها اسالها ولا. مش انت كلمتني قلت لي امبارح ان هي المنحات الافقيه بس اللي معانا، وفجاه النهارده بقت المنحات الراسيه. خلاص هبقى كل يوم اكلمها لحد الامتحان ان شاء الله. بالظبط كده، خلي سلم اللي كان. يا عم خلقها ضيق. طيب خلاص يا رجاله اشوفكم على خير. هندسة. الله وانا معاكم على التليفون لو في حاجه. قول يا باشا. في سؤال في المنحنات الافقيه في الشيت مش فاهمه. قول يا باشا. ممكن بس اعرضه. اعرضه باشا اتفضل يا فندم. هندسة. واضح كده؟ لا مش واضح. ثانية. واضح كده؟ واضح. انت بتقلب اهو. تمام. عجيب. مش عندس اكرب. استنى يا ابن الراجل مشي. ايوه يا رجاله. هندسه. قول يا هندسه ورني. السؤال العرض ده بس هو عايز انا مش فاهم. طيب بيقول لك ايه؟ عندك سنتر لاين بتاع طريق حرفين، وفي واحد مشغل ماتش كوره بس جنبه كده وقاعد على القهوه معرفش بقى قاعد فين ده. تمام. بيقول لك ايه؟ عندك طريق حرفين عرض الحاره ب 7.5 متر. تمام. او عرض الطريق كله ب 7.5 متر مش فارقه. ديزاين سبيد ب 80 ميل بر اور. تمام. وعليه كيرف بيتكون من منحنى افقي، وعندك في ترانزيشن كيرف. الترانزيشن كيرف اللي اتكلمنا عليه اللي هي مين السبايرال كيرف اللي هي 3.15% في تكعيب على الار لو انت فاكرين يعني. زارود هاز كروس سلوب 1.5%. الميل العرضي بتاع الطريق 1.5% وليه ميل طولي سالب 1%. هي بس مبدئيا المساله دي عمرها ما جت في الامتحانات قبل كده خالص. تمام. لو انتوا عايزين انزل لكم حلها. تمام. هو بيقول لك ايه؟ عندك الميل العرضي ده 1.5%، وقال لك ان الطريق ليه ميل طولي سالب 1%. الناس اللي كانت فاتحه فين. تمام كده. انا بس قاعد اشرح وانتوا اصلا بره يعني. المهم ما علينا. يبقى الميل العرضي اللي هو الكورس سلوب اللي هو بتاع المطر، والميل الطولي الطريق كله مايل في اتجاه الطول بميل 1%. تمام. قايل لك التانجنت سبايرال بوينت. ممكن بس ايه، ممكن الناس بس نقفل بس اللي اشير من عندنا حاجه دقيقه واحده بس عشان افهمك القصه بتاعت تي اس دي عباره عن ايه. يبقى تاني يا شباب، الميل العرضي 1.5% الناس شايفه كده، والميل الطولي كام؟ 1%. تمام. الناس شايفه؟ ايوه تمام يا هندسه. حلو. قايل لك ايه؟ في ترانزيشن كيرف. انا دلوقتي لو انا قلت لك مش في ساعات بنحط المنحنى السبايرال ده عشان ايه؟ بدل ما يكون شارب كده، لا بنبدا نحط منحنى سبايرال بحيث ان هو ايه يربط من الخط المستقيم للمنحنى، ويربط من خط من المنحنى للخط المستقيم. ليه؟ عشان اكبر الكيرف بيه شويه. صح. بيسموا المنحنى ده سبايرال كيرف. طوله كام السبايرال؟ فاكرين القانون 3.15% الفي تكعيب على الار في السي، او بتساوي كام لما احط ده باتنين؟ اقسم كده 3.15 على 2 فالكام حاجه كده 3.15 على 2 بواحد ونص تقريبا. صح. الفي تكعيب على الار. فاكرين القانون ده؟ ده طول منحنى السباير. طيب لو انت فاكر النقطه دي اللي هي بدا نقطه بدايه المنحنى اسمها البي سي. صح.
ونقطة نهاية المنحنى اسمها مين؟ البي تي. قالك الفكرة كلها في ايه؟ ان النقطة دي بيسموها من التانجنت طالع من خط المستقيم رايح لمين؟ للسبايرا، فبيسموها تي اس، التانجنت للسبايرا. والنقطة دي طالعة من ايه؟ من السبايرال راح المنحنى، فبيسموها السبايرال للكيرف. والنقطة دي بيسموها ايه؟ طالعة من الكيرف رايحة للسبايرال، من الكيرف للسبايرال. والنقطة دي بيسموها مين؟ من السبايرال لمين؟ للتانجنت، فبيسموها مين؟ الاس تي. تمام؟ ماشي يا رجالة؟ فلما يديك الاستيشن بتاعت الاس سي ده، اي استيشن فيه، عايز اجيب الاستيشن اللي قبلها دي بتاعت التي اس، هتساوي كام؟ الاستيشن بتاعت التي اس بيساوي الاستيشن بتاعت الاس سي ناقص طول المنحنى. تمام؟ طيب لو انا عايز اجيب مثلا، هو كان مديني في المسألة ايه؟ افتح كده تاني الشاشة عندك يا شباب، الراجل كان بيسأل، افتح كده بس الشاشة. حلو؟ فهو دلوقتي مين مديني؟ مين اللي ايه؟ التي اس اللي هي من التانجنت للسبايرا اللي هي نقطه البدايه خالص، الاستيشن بتاعها كام؟ ب 215، ومديك اليفيجن ليه. تمام؟ على طول السنتر لاين، او على الكلام ده كله بيتكلم بالنسبه للسنتر لاين، ما تشغلش بالك برضو بالكلمه دي. بيقول لك تاني مين الكيرف الديجري بتاعته بكام؟ 8. يعني الديجري اوف كيرف اللي هي الدي، الدي بكام؟ ب 8 درجات. والاكسترنال انجل اللي هي الدلتا ب 80 ايه درجه. بيقول لك ديترماين لينث اوف ترانزيشن كيرف، حد يعرف يحسب الترانزيشن كيرف طوله كام؟ السبايرال بيساوي كام؟ 1.15 في تكعيب على الار، صح؟ مش لسه حاسبينها دلوقتي؟ او 1.15 في تكعيب على الار في السي، اي واحده فيهم حط السي ب 2. فاكرين القانون ده؟ ايوه تمام هندسه، تمام. هتعرف تحل دي؟ اعرف احل دي، هديك المساله دي محلوله كامله. تمام؟ بس بناقش معاك كده في خمس دقايق ولا حاجه. بيقول لك اللينس بتاع الكيرف، ال بتاعه الكيرف بتساوي كام؟ الار في السي في الار في الدلتا في واي على 180. تعرف تحسبها؟ خلاص خلص. بيقول لك درو الباي نت سكتش الاتينمنت اوف سوبر اليفيجن، تعرف تحسب السوبر اليفيجن وتعرف ترسمها الونج مين؟ الانر ايدج. انت خدت ثلاث طرق، سنتر لاين والانر ايدج والاوتر ايدج، تعرف ترسمها؟ تمام. خلص النقطة دي بس اللي هي الكالكوليت الستيشن والإليفيجن بتاعة السبايرال اللي هي التي اس. افتح تاني الشاشة عندنا كده، عايز بس الستيشن والإليفيجن بتاعة مين؟ النقط دي بتاعة التي اس والاس سي والسي اس والاس تي. دي انا هرفعها لك في مثال محلول دلوقتي حالا بعد ما نقفل، بص عليه خلاص. ولو لقيتها الدنيا سهله جدا، هي قصه كلها زي ما قلت لك، معايا مين؟ التي اس، عايز اجيب الاستيشن بتاعه دي اجمع لها السباير، عايز اجيب الاستيشن دي اجمع لها الطول ده. طب الطول ده اجيبه ازاي؟ قال لك الطول الحته دي ايه، المسافه دي هتساوي مين؟ طول المنحنى كله ناقص نص سبايرال نص سبايرال، فالمسافه دي هتساوي ال ال طول المنحنى ناقص ال سبايرال. يبقى انت لو معاك الاستيشن دي اجمع لها ال سبايرال اجيب الاستيشن دي. تمام؟ الحته دي هتساوي كام؟ هتساوي طول المنحنى كله ناقص نص ال سبايرال هنا وال سبايرال هنا، فطول المنحنى كله ناقص ال سبايرال يطلع الحته دي اهي. جبت الطول ده فمعايا الاستيشن دي اجمع لها الطول ده اجيب الاستيشن دي. طب عايز اجيب الاستيشن دي، هقول الاستيشن بتاع دي زائد الحته دي. تمام؟ تمام يا رجاله، هرفع لك المساله دلوقتي محلوله دلوقتي، بص عليها. طب هو باشمهندس اللي هو ثانيه واحده كده، اللي هو 50 متر دي احنا هنستخدمها في ايه؟ دي هي دي اللي هي اصلا 50 متر رنج سنتر لاين. حلو. بيقول لك الاليفيشن بتاعها، الفكره كلها في ايه؟ مش انت الانر ايدج تعرف ترسم السوبر اليفيجن بتاع الانر ايدج، فاكره؟ ايوه. كان ادي الانر ايدج اهي منسوب السنتر، ماشي كده معايا، وبدا يطلع في اخر قطاع لو انت فاكر، والسبايرال بدا طالع معايا ازاي بالمنظر ده كده، صح كده فاكر؟ وادي القطاع بتاعي، القطاع الثاني، القطاع الثالث، القطاع الرابع لو انت فاكر يعني. تمام؟ الفكره كلها هو مديك ده منسوب السنتر، صح؟ مش ده السنتر وده الانر بالنسبه له وده الاوتر.
هي الشاشه مش واضحه عندك، انت مش شايف حاجه يا باشمهندس؟ وانا قاعد برسم لنفسي. تمام. الفكره كلها ايه؟ فاكر انت الرسمه بتاعه السوبر الفيجن بتاعه الانر والاوتر، اللي هو دلوقتي بيقول لك الدوران حوالين مين؟ الانر، صح؟ ايوه انر. تمام. حلو. هو مديك منسوب السنتر بكام؟ ب 50 عند اي نقطه؟ عند نقطه بتاعه الاس سي. يبقى تاني بص كده، اما نفتح لك المحاضره كده في السريع، خليك معايا دقيقه واحده بس. طب انت معاك المحاضره بس بتاعه الدكتوره دي، ممكن تفتحها بتاعه الهوريزونتال كيرف دي؟ طب ثانيه واحده افتحها كده معلش. يا عم مين حاطط معاك اهو؟ افتح كده يا عم والله ما حلو. هي دي بالنسبه لي مين؟ السبايرال كيرف. السبايرال كيرف لما او الترانزيشن كيرف اللي هو السبايرال، الفكره كلها في ايه؟ ان انا بايه بزود بيه درجه المنحنى شويه، بفرده شويه معايا. تمام. فقال لك الجزء ده بتاع السبايرال من اول هنا لحد هنا، من اول تي لحد تي 1 والتي 2 لحد تي تي داش، هي دي الترانزيشن كيرف، اللي هي النقطه دي اسمها مين؟ من التانجنت للسبايرال، فبيسموها تي اس، والنقطه دي بيسموها السبايرال للكيرف اس سي، والنقطة دي من الكيرف للسبايرال بيسموها الاس او الكيرف اس سي اس، ودي من السبايرال للتانجنت فبيسموها مين؟ الاس تي. طيب انزل كده معلش، بس انت عرفت مكانهم فين. انزل كمان، انزل انزل، اطلع كده طول المنحنى اللي هي السبايرال دي بالراحة، بس بالراحة يا عم انت مستعجل كده ليه؟ اطلع اهي 3.15 فيتا كعيب على الار في السي، اللي هي ممكن تختصر بكام؟ 1.6 فيتا كعيب على الار. لما احط السي بكام؟ من 1 ل 3، يبقى 1.6 فيتا كعيب على الار. انزل، دي منحنى ايه؟ السبايرا. انزل هات الروتيشن حوالين الانر ايدج اهي، بس بس بس. فبالنسبه لي مش فاكر انت النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، الحته دي اللي هي القطاع بيتحول من كراون لليفل بيسموها مين؟ ران اوت، صح؟ والقطاع الثاني اللي هو بيتحول من الليفل ده اللي هو الفول سوبر الفيجن بيسموه ران اوف، صح؟ تمام. حلو. لو جه قال لك تعرف توقع السبايرال كيرف او الاس سي، بالنسبه لي نقطه الران اوف دي البدايه اللي عندها دي هتساوي النقطه التلات نقط دول فوق بعض دول، اللي هي لو انا افتح الشاشه عندي بس لو انا جيت رسمت ادي الانر ايدج وادي منسوب السنتر وادي منسوب الاوتر، التلات نقط دول لو جيت اي خط هتلاقي عندك في القطاع اللي هو بدايه الران اوف كويس، مش انت عندك الكيرف اهو، قلنا لو حطينا فيه السبايرال فدي بدايه التي اس ودي من الاس للكيرف ودي من الكيرف للسبايرال والنقطه دي من السبايرال لمين؟ للتانجنت. فعايز احسب الاستيشن، في مشكله في الاستيشن ان انا عندي اجمع السبايرال اجمع لها المسافه ما بين السبايرال والكيرف ودي اجمع لها مين؟ السبايرال. الفكره في الاربع نقط دول، الاربع نقط دول فين؟ انت عندك اربع قطاعات هم، صح؟ تمام. كل نقطه من دول التقاطع ده والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، هي دي بالنسبة لي التانجنت للسبايرال اهي. طيب الفكرة كلها التلات نقط دول موجودين على السنتر اهم، ادي السنتر بالنسبة لي
يبقى دي التي اس ودي الاس سي ودي الكيرف السبايرال ودي من السبايرال التانش. هو مديك مين منسوب مين الخمسين فاكرها؟ ويقول من السنتر لاين اللي هي السنتر لاين. هو ما انا وقعت النقطة دي على السنتر لاين. اهي النقطة فيهم مديلك منسوبها افتكر كده السي اس تقريبا صح؟ 50 متر إيه؟ لا التي اس هندسة التي اس 50 متر. حلو. تعرف تجيب التي اس منسوبها كام على الانر ايدج؟ هطرح منها سي. جدع. طب تعرف تجيب منسوبها على الاوتر ايدج؟ اجمع على سي بس يا عم. طب تعرف تجيب المنسوب النقطه دي على النقطه دي كده؟ هو قايل لك ان عندك ميل طولي مقداره كام؟ 1%. لو عندك المنسوب دي ب 50 وعندك الميل ده ب 1% ومعاك المسافه دي اللي هي السبايرال اللي هي طلعت مثلا 50 متر ولا 100 متر، تعرف تقول لي منسوب النقطه دي بكام؟ المسافه دي ال سبايرال ولا ال سبايرال على الاثنين هندسه؟ حلو. الدكتور قالت لك في الامتحان ال او في المحاضره ال سبايرال على الاثنين، هي ممكن تمشي ال سبايرال كلها وال سبايرال على الاثنين، مش فارقه، مش هتفرق معايا على حسب الدكتوره ما قالت لك. ممكن تستخدم ال سبايرال على الاثنين او ممكن تستخدم طول المنحنى كله. خليك يا عم ال سبايرال على الاثنين اللي هي 50 متر مثلا. خلاص مهندس يعني. انا معايا الحل بايدي، لو عايز ابعته لك وتشرح عليه. خلاص لا لا انا هبعت لك الحل اللي معايا. تمام. او كده كده الموضوع سهل مش صعب يعني، احنا بنفهم بس مع بعض. سيبك بقى الارقام. تمام. فبالتالي لو انا معايا المسافه دي واتيفر بقى اسمها ايه، خلاص، ويز ال سبايرال على 2 ال سبايرال مش فارقه، تعرف تجيب منسوب النقطه دي. مش انا معايا منسوب دي 50 ومعايا الميل ده 1% نازل سالب 1%، مش هو قايل لي تعرف تجيب منسوب النقطه دي؟ مش ده مثلث؟ ايوه تمام. ايوه نازله ومعايا المسافه الافقيه، اطرح منه الطول واضرب في 1%. جبت المنسوب ده، تعرف تجيب منسوب النقطه دي؟ اجمع عليه المسافه دي. طب اجيب المسافه دي ازاي؟ ما انا معايا راسم بقى، اجمع عليه المسافه دي اطلع المنسوب النقطه دي، اطرح منها المسافه دي اطلع منسوب النقطه دي. طيب تعرف تنقي على النقطه دي؟ اه معايا منسوب النقطه دي، معايا بالميل اجيب منسوب النقطه دي، اجمع عليه المسافه دي اجيب المنسوب ده، وهكذا. تمام. الموضوع باختصار لعب عيال والله، بس الفكره كلها. وعلى فكره ما جاتش ولا في امتحان خالص، مش جالك في الامتحان اصلا، عشان بس ما تشغلش بالك بيها. طب ابعت لنا ونبقى هندسه الحل بتاعها. حاضر، اقفل دلوقتي وابعتها لك ان شاء الله. تمام. 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 ماشي يا رجاله، تحت امركم. ماشي يا رجاله. لو الدكتوره دخلت السباير او الاستراكشر ديزاين في الامتحان قولوا لي عشان ناخد سكشن اضافي. خلاص. تمام. ماشي ان شاء الله. شكرا. ماشي يا رجاله، يلا مع السلامه.